طيب، السلام عليكم، يعطيكم العافية. هاي هي الجلسة رقم 4 على زوم. الأولى كانت discussion the فيديوهات، الثانية كانت literature review، والثالثة كانت قبل يومين، قبل البارحة، شو اليوم؟ اليوم الأربعاء، كانت الاثنين الجلسة عن الفيرست جورنال كلب أو الفيرست article discussion. حكينا فيها شغلات كتير 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 مهمة، وكانت الجلسة مطولة ونزلت على اليوتيوب، فما راح نعيد الحكي المهم اللي نحكى هناك اليوم. طيب، فاللي حيشوف انه في شغلات انحكت هو ما فهمها وما بيعرفها يشوف شو اسمه فيديو هذاك ويكمل منه. اليوم ان شاء الله هاي الجلسة الرابعة لنا، صح، للارتيكل ديسكشن والجورنال كلب. الثانية هي فحتكون الثانية من الارتيكل ديسكشنز يعني، والاخيرة من الارتيكل ديسكشنز، هي بس يومين، فحنحكي فيه عن باقي الارتيكلز اللي ما ناقشناهم المرة الماضية. بعد هيك إن شاء الله بنكون باقيين فقط جلسة واحدة يلي هي الـ Data Collection Skills والـ Proposal Writing، فحتكون بجلسة واحدة هي حنساويها اليوم الأربعاء، حتكون إن شاء الله السبت، بنكون هيك خلصنا. طيب، فخلينا هلأ نبلش. ساوي Share Screen. في عنا 20 assigned papers PDFs. طيب، خلينا نبلش مع مريم. مريم حاضرة؟ دكتور موجودة. أهلا. طيب، يعطيك العافية. الله يحفظك. هاي هي البيبر تبعك، و افتح الفورم اول شيء كالعاده، نفتح البي دي اف اللي ما عليه النوتات تبعي. influence of ABO on sports performance. انا هلا راح اساوي مثل المره الماضيه، راح اساوي شير للفورم اللي عبيتيه ونتناقش عليه. يعني هذا الفورمات اللي حيكون دائما. بنفتح الارتكل ديسكشن فورم اللي كتبه الطالب او الطالبه اللي قروا البيبر، بعدين بنقرا الارتكل ديسكشن فورم وبنمشي على البيبر نفسه اللي هي هاي الاصليه، بعدين الاضافات او انا والشغلات اللي انا بدي احكيها بحكيها انا لما بفتح البي دي اف تبعي اللي عليه الملاحظاتي وبنتناقش. طيب، هاي لك اوريجينال. طيب، بسم الله، خلينا نسكر هيك، وهذا ايوه لك. طيب يلا، تفضلي. هاي خليني اقرا شو اسمه هذا الديسكشن فورم تبعك ونحكي. انا في عنوان البيبر، واشكرك على استعمال، انا ما بتذكر انا اللي صححت الفورمات، لا انت اللي بعتي صح، فالفورمات يعني استعملتي الاستعمال الصحيح. يعني كثير ناس يعني انا عامل فورمات اصلا، ففي ناس ما احسن استعمال الفورم، فعلى كل حال انت عبيتي صح. فانفلونس اوف اي بي او بلود جروبس اون سبورتس بيرفورمانس، انا كنت حاطه مثال انفلونس اوف اسوشيشن اوف اكس وذ واي، فالناس تركيها مثل ما هي وحاطين فوقها. Anyways، الـ ATM Journal جون 2017. جميل، فالمريم لخصت لنا هون، خلينا نقول الشغلات الأولية بالبيبر هاي، أنه الـ Objectives شو هاي، بدهم يشوفوا علاقة الـ ABO Blood Groups WH Weather مو هيك، Whether ABO Blood Groups have an influence on endurance running performance in middle-aged بغض النظر أثليت ولا مو أثليت، المهم أنه بدهم يشوفوا هل البلد جروب تبعك بتأثر على قدرتك البدنية. إن شاء الله أنا هحاول أمشي بسرعة، لأنه المرة الماضية مسكنا بيبر واحدة وما حصلناها تمحيص، لأنه البيبر هذه كانت جدا جدا مهمة، ومثل ما شفنا كتير كان في دروس شغلات ناقشناها بالبيبر وبغير البيبر. هالمرة في شغلات حتتكرر كتير فما راح أعيدها، والبيبرز كمان هدول أسهل، فيعني للي ما حضروا معنا المرة الماضية يعني حتكون أسرع. فخلينا نحكي هلا شو الديزاين، ديزاين ميثودولوجي، بروسبكتيف اوبزرفيشنال ستدي. جميل جدا،
شو اللي صار؟ أحس أوكي اللي صار، خليني أنا أشرح يعني هون مريم شوي ما وضحتي. دكتور لو حاب أشرح يعني أتكلم عنها. هو الكتابة تبعت أشرحي لهم لأنه مو واضح من الديزاين. هو الدراسة بشكل جدا مبسط، كانوا حابين يعملون دراسة لو مثلا نوعية فصيلة الدم تأثر على مثلا الرننج بيرفورمانس للأثليتس أو لا. هو الأثليت صراحة مهمة لأنه فاريبل ولازم يكون متساوي بين الكل، صحيح. فحرصوا أنه يكون كل السامبل regularly on physical activity recreational athletes، هي recreational يعني مو professional. أيوة اللي هو هواة للمشي أو تبع الماراثون وغيره. فشو ساووا بالديزاين؟ اللي عملوه بكل بساطة إنهم يعني جابوا عدة variables، درسوا variable univariate analysis على حدة، وبعدها شافوا علاقة الفاريبلز في بعض اللي هي المالتي فاريبل. هو صراحة أنا ما عرفتها من أول قراءة، بس مع البحث يعني عرفت الريليشن بين الفاريبلز. طيب فهم درسوا فاريبل فاريبل اللي هو الايج، البادي ماس اندكس، مثلا هل عندهم إلنس أو لا، وحرصوا أصلا أنه ما يكون في إلنس. فهذه الفاريبلز. طيب خليني بس ضيف شغلة للناس اللي، لأنه لسه الناس مو فهمانة كيف الاستدي. شغلة مهمة، ناس ركضوا ماراثون، هذا اللي بدي أضيفه. ناس 52 بني آدم، أوكي 52 بني آدم ركضوا ماراثون، هدول ريكريشنال أثليتس، ركضوا ماراثون للجامعة 21 كيلو، وشافوا هنن بالستدي هاي، أخذوا البلد تايبس تبعون، فشافوا مين A B و O. طيب وساووا لهم شو أناليسس، بدهم يشوفوا هل في علاقة إنه ما والله إنك تكون بلد جروب معينة بتعطيك قدرة بدنية أو إندورنس أكثر بالجري. فهي هي الديزاين تبعهم باختصار. فهذا هو الستاتستيكال أناليسس، يعني أنا يعني مو الديزاين بس. إنه شو الأناليسس اللي استعملوه؟ شو الفاريبل اللي عم نقيسه؟ التايم، مدة الماراثون تبعك، يعني هل أنت ركضت 21 كيلو بساعة ولا ساعتين مثلا. فالتايم أوف رانينج تو فينش الديستانس، هذا هو المجر، يعني الأوتكم اللي بدون يقيسه. كل ما كان أقصر كل ما كان الاندورنس تبعك أعلى طبعا. فهنا نساوي شو؟ يونيفاريت أناليسس. العبارة هي ماشي، نكمل بعدين إن شاء الله، شوي شوي بنحكي. فاستعملوا اليونيفاريت أناليسس تو test the potential association بين الـ variables هاي، يلي هي خلينا نفتحها هون، يلي هي بين الـ age والـ training time والـ blood group. وفي عندك الـ BMI كمان، وين كان مذكور؟ مكان تاني موجود بالـ introduction. أيوة ليك وفوق بالـ body mass. فشوفوا الـ body mass والـ training والهدول علاقتهم بالجري. بعدين ساووا multiple linear regression with logarithmic transformation of data لحتى يشوفوا البوتنشال اسوشيشن بين البلد جروب والرننج تايم. فهون في عنا عده شغلات. هلا انا متاكد انه في كتير ناس مو فهمانين اللي عم نحكي. فيكي تشرح؟ بتعرفي مو فيكي تشرحي السؤال يعني نعم او لا. بتعرفي يا مريم المصطلحات هي يونيفاريت، سبيرمان، ومالتيبل لينير ريجريشن، ولوغاريتميك ترانسفورميشن؟ لا. حلو كتير. يعني مع البحث اكيد عرفت، بس لاني مطالبه بالبحث. يعني نعم، يعني اول مره لا قراءه جوجل يعني، او كتبتي على جوجل شوي. أيوة. شفتي. أيوة. شوي عن كل واحد، فممكن اخذتي فكره عامه، ولكن ان ديتيل. أيوة. ما بتعرفيهم، وخصوصا انه ما لحقتوا يعني، هذا البروجكت كان خلينا نقول سريع ومستعجلين. طيب فانا متاكد يعني انت سنه رابعه، في كتير كمان ناس لسه اصغر ما بيعرفوا. حنحكي ان شاء الله بطريقه عامه، يعني هذا مو غرضنا اليوم، بس لانه بدنا ناخذ الدروس. يعني بالاخير انا بعطي يعني بحاول نطلع من البيبر هاي درس 1 2 3 كونكلوجنز لحتى نستفيد منه. ماشي. هلا مع الديزاين والاناليسيس اللي حكوا عنه، الريزلت لقوا انه الايج ويكلي تريننج كانوا سيجنيفيكنتلي اسوشييتد مع رننج بيرفورمانس. هذا الشيء اعتقد ما حدا بده ريسيرش لحتى يتاكد منه، كلياتنا فينا يعني نعرف اذا بتتدرب اكثر وبتكون اصغر بالعمر حتكون جريك احسن. وكمان لقوا انه الـ ABO blood groups was found to be independently associated on running time. يعني to be اول هيك الكونكلوجن بالضبط. الكونكلوجن تبعهم اللي كتبته مريم انه this study shows انه recreational athletes بال blood group O have better endurance performance in running 21 kilometer distance compared to those with other than O. يعني شو؟ يعني انت بلود تايب او حيكون جريك اون افريج
أحسن من طبعاً everything else being equal حيكون جري أكل الاندونيس تبعك أحسن من جماعة الـ A والـ B والـ AB. خلينا نفتح اللي حكيت عنه مريم أو لا هلا نتصفح البيبر هيك على السريع ولا نفتح لا لا نكمل الفورم بعدين. فالسترينكث هذا اللي بيبعت لي لو سمحتوا يا جماعة يلي خلاص يعني بلشنا ما حدا يبعت على المسنجر يعني العدد البيبرز يلي بدنا نحكيهم اوريدي اخترته اسفين خلاص في عدد معين ما راح بدنا نحكي عنهم فما حنغطي كل شيء هون والناس اللي تأخروا يعني انا ما فيني ما حغير البلان على اخر شيء. طيب نكمل. ففي السترينكس بتحكي مريم فوكست شورت جود سامبل نمبر. مين كمان كان له نفس البيبر؟ لحظة شوي اظن هذا هي البيبر اراها اكثر من شخص. انا ياسمين. ايوه ياسمين انا اضفتك على الملف. لحظة شوي نفتح الملف اللي بعتي لي اياه paper assignments ADFs. ياسمين صح منيح تذكرت. فخليني اسوي PDF احسن عشان نفتحهم جنب بعض. ممتاز. فهاي ياسمين. ف انا متذكر ذكرتك لانه نفس الفورم. شو ياسمين كاتبة؟ ياسمين قارية نفس الارتكل يا جماعة. فحاكية يعني انتو هلأ بتكون تتخانقوا مع بعض. ياسمين اوكي. ياسمين عم تقول انه السامبل سايز اللي هو 52 حكينا اتز يعني very small. فشو رأيك يا مريم؟ يعني هي بالأخير مخنقة بس انت شو رأيك؟ هل بتتوقع فعلا 52 منيحة ولا كلام ياسمين صح؟ هو صراحة أنا عندي وجهة نظر. هو 52 مقارنة بالارتكلز اللي كنا مثلا ندرسهم أو نطلع عليهم تعتبر كبيرة. بس أنا على أي أساس أقول مثلا حتى سؤال كنت بوجهه لك على أي أساس أقول السامبل is good ولا bad؟ حلو كتير. الرقم مش إنه كبير سؤال ممتاز. أي سؤال بنحكم إنه السامبل منيح ولا مو منيح. بس لا أرجع لجملتك قلتي أنت إنه 52 عدد منيح مقارنة باللي بنعرفه من قبل. شو هن اللي بنعرفه من قبل؟ أيوة يعني اللي طلعنا عليهم الكوهورت اللي مثلا الفيديوهات اللي بعثتها البيبر المنينجايتس أمس وغيره أو أشياء أنا قريتها لوحدي مقارنة فيها. بالضبط بالضبط. عبارة قريتها لوحدي مهمة. عبارة قريتها لوحدي مهمة لأنه المنينجايتس تبع البارحة تبع هاي اللي قريناها قبل يومين كان فيها 560-460 والارتيكل تبع عمر عبيدات فيها 100 وقديش كان 98 مريض 40-40 تبع الكسر فكلاتهم اكبر من هي. بس اذا انت قريتي شغلات تانية في عدد اقل طيب. بس هو مره قريت سامبل كانت 10 او معك كانت هلا حلو. حنجي نحن لبيبر اللي هي تبع ستيكولار تورشن يلي على عربي السامبل تبعهم هو حقيقه سامبلين عندهم بس خلينا نقول هو السامبل 9 84 و9. ف السامبل كل يعني دراسه في دراسات من الواحد للتريليون فهي مو قضيه مقارنه به قضيه. بالضبط انت سالت السؤال الصح. على اي اساس نحن بنحكم هذا سامبل منيح ولا مو منيح؟ حسب الاستدي. وشو جول الاستدي؟ الاستدي يعني هي اي نوع. هل انت عم تحكي عن كيس سيريز ولا عن كوهورت ولا عن راندومايزد كنترول ترايل ولا غيره؟ هي واحد نوع الديزاين نفسه. الشغله الثانيه نوع الاناليسس. نوع الاستاتستيكال اناليسس يلي عم نحكي عنه. شو الاستاتستيكال اناليسس عم نحكي عنه هون يا مريم؟ استاتستيكال اناليسس مش فاهمه. نحن مو قلنا بنحكم بنقرر اذا هذا السامبل منيح ولا مو منيح كافي ولا مو كافي بناء على نوع استدي ونوع الاستاتستيكال اناليسس. هون شو الاستاتستيكال اناليسس يلي استعملوه؟ مو عارفه صراحه. هلا حكينا عنه الاسم المالتيبل لينير ريجريشن. يعني مو في عندك كاي سكوير تي تيست انوفا كذا كورليشن. شو نوع التست؟ حسب نوع التست بنشوف. في تست بتحتاج سامبل سايزز اكبر من غيره حنحكي ان شاء الله. طبعا يعني مثل ما قلت اليوم مو موضوعنا نفسه الاستاتستكس. حنجي
يعني القضية، بس إنه هاي الفكرة العامة. فأنا أخالف يعني مريم بالرأي، ومعي كمان ياسمين إنه لا، إنه السامبل 52 it is not a strength، يعني ليس عدد منيح. نشوف الويكنسز تبع مريم. complicated words، شو شفتي الwords complicated؟ دكتور يعني مش بس words، حتى أحيانا في جمل كأنه جملتين واحدة بعثتها لك، يعني اللغة بحد ذاتها في phrases صعبة. بعتي لي يعني جملة أنا قاعدة أترجم صراحة. اللي هي كانت هون موجودة بثاني صفحة، ثاني صفحة هون. كأنه هون. ممكن سؤال دكتور أغلبك؟ نعم. هسا بالنسبة للسامبل مش 52 it's enough، يعني على أساس إنه prospective study، مو قضية البروسبكتيف. هلا حنحكي إن شاء الله. ما شوف هذا كله نحن عم نتصفح الديسكشن فورمي اللي كتبته مريم على السريع، بس مشان شوية أورينتيشن. هلا حنحكي بالضبط اللي حضر معنا من الجاتس بيبر نفس الشيء قبل يومين، ضلينا تقريبا تلت ساعة ربع ساعة هون ما كان في أي شيء واضح، بعدين قرينا البيبر وسطر سطر بينت معنا. طيب فبالنسبة للكومبليكيتد وورد ماشي، خلينا نفشي عنه، ممكن في شوية جمل مو واضحة، مو مشكلة. هلا نحن يعني بدنا نحكي أكثر شيء عن الكونتنت، يعني أنا بيهمني هلا الكونتنت أو الكونكلوجن تبع الـ ABO إنه هي بتحسن الإندورانس تبعك، فخلينا بالموضوع. الشغلة الثانية limited for research experts، شو قصدك فيها؟ إنه يعني أنت كإنسان بس تبي تطلع أو مجرد تصفح ما رح تنفعك كثير، لأنها it's full of statistics خصوصا الصفحة الثانية، فلو ما عندك خبرة يعني بالstatistics ما رح تنفعك كثير يعني. طيب. النيوميريكال ماتر. هلا هذا العيب. يعني أنا صراحة دكتور يعني صراحة إحدى المحاضرات اللي حضرتها وطلعت منها بمعلومة كثير مهمة أيام سنتين ثلاث، كانت اللي هو أنت يعني لو حاب تعمل بيبر أو أرتيكل make it as simple as possible إنه to the point where شخص من غير مجالك قادر يقراها ويفهمها ويطلع بفائدة. صح هذا ما في عليه خلاف. يعني هذه لو أعطيها إنسان مثلا من تخصص ثاني ما رح يطلع بكثير، رح يقولك أو مثلا أحسن من غيره، بس ما رح يفسر. لا هنا طيب هلأ نرجع بس لنقطتك limited لأنه في advanced statistics. هذا خليني أسألك سؤال، برأيك العيب أو الخطأ أو limitation بالبيبر ولا بالقارئ يلي هو بالحالة هي بالأثنين؟ يعني بالأثنين، يعني أنا أعترف statically مثلا statistically نعم. يعني I'm raw little bit. أوكي. ولا مو little bit كثير، بس كمان البيبر مش متاحة للكل، تعتبر مش بيبر أنشرها مثلا في جورنال ولا scientific journal، يعني كأنها شلون أقول لك specified حق مثلا عينة. أوكي. من الناس أو طيب هلا خليني يعني هي بالأخير مهم قضية حساب، إن إحنا عجب بدنا نتناقش لحتى نشوف إن شاء الله نوسع أفقكم. بالنسبة للستاتستكس صراحة هاي لسه الستاتستكس لما نحكي عنها هي مو أدفانست أصلا، يعني هي تعتبر يعني ميد ليفل أو يعني نهاية البيجينر ليفل أو الميد ليفل فقط. هي واحد. اثنين الطوب كله هيك، فإذا أنت مفكرة إنه والله هن غلطانين إنه عملوا شغلات كومبليكيتد أو هيك، معناته يعني هنا غلطانين أو هذا ليميتيشن. الطب كله أنت مستحيل تعملي أصلاً يعني significant scientific discovery من دون advanced statistics، هي لازم تنحط بالبيبر. ففي كتير شغلات تستعقد بكتير، فيعني حقيقة نحن البيبرز اللي ناقشناها بسيطة لأنه أنا بدي إياها تكون بسيطة، لأنه أنا اخترت البسيطين. بس فما فيك تنتقدي بيبر إنه هي ممتعة، بس فكرة لا هو مش الفكرة إن كثير statistics، ولكن لأن في معلومات أو paragraphs مثلاً ملغومة بالstatistics فممكن تشتت القارئ، يعني لو كانت في صفحة الميثودولوجي أو غيره فقط محصورة عليه ممكن. خليني هلا أجيك يا مريم كمان مشان نختصر القصة هي ونفوت بالبيبر مشان ما يعني نطول على الناس. اللهم صل محمد. فهي واحد الستاتستكس ليست عيب، ما هو بالأخير هاي تول لازم يستعملوا قدر الإمكان حتى يفرضوا أو يثبتوا نظريات. هاي واحد. اثنين إنه هنن على كل حال إذا أنت مو فهمان الستاتستكس عادي أنت حرة، بس بالأخير هنن كاتبين لك الكونكلوجن، يعني إذا أنت مو متخصصة في الشغلات هاي بالأخير هذا الكونكلوجن حاطينه للناس اللي مو فاهمين الأسلوب الاستدلال أو الستاتستكس تبعون. ففي النهاية عادي مو لازم كل قارئ يعني خلينا نقول بالنسبة للبيبر هاي أو مشان يعرف الكونكلوجن إنه ABO صح ولا لا،
بالاخير انت ما فهمتي عليهم هاي ليميتيشن فيكي، ولكن هن كاتبين لك كونكلوجن. فهذا صراحه بالاخير لا يعتبر ليميتيشن لاي بيبر. ما فيك تنتقدي بيبر تقولي ستاتستكس صعبين، بتقولي انا ما قدرت افهم. فهلا نشوف في ياسمين شو حاكي. طبعا باي ذا واي ياسمين كاتبه هون شغله نوت مهمه، الانالز اوف ترانسليشنال ميديسن. هون شو كان ATM انالز اوف ترانسليشنال ميديسن، هي الاختصار. ماشي، فهلا خلينا نجي نشوف يعني هون تقريبا نفس الحكي، حكي مشابه مع انه مطول اكثر طبعا، موضح اكثر. بس بالاخير شو الريزلت؟ انه الاي بو او احسن ونفس الشيء يعني الاندورنس احسن. بس هلا خلينا نجي على السترينكس يلي شافتهم ياسمين برايها. السترينكس انه فاكتنج الفاكتورز تبع الاندورنس والبي ام اي والايج وير كنترولد. بالضبط هذا سترينكس. هلا بنحكي شو هو الريجريشن. الريجريشن يعني هو يعني مثلا عندك انت هل 52 بني ادم ركضوا الماراثون، في واحد بلاد مثلا خلينا نقول في اثنين بلاد جروب او، واحد وزنه 50 كيلو واحد وزنه 90 كيلو، بس واحد وزنه يعني اوزانهم مختلفين وبلاد جروب نفس الشيء، فكيف هلا بدك تقعد تقارن بيناتهم؟ او مثلا هذا بلاد جروب اي وهذا بلاد جروب او، البلاد جروب او وزنه 50 وبلاد جروب اي وزنه 70. طب البلاد جروب او خلص السباق اول، بس هل خلص السباق او الماراثون هذا لانه هو بلاد جروب اي بلاد جروب او، ولا لانه هو انحف وعنده يعني فتنس احسن؟ ما بتعرف. فالريجريشن هاي جماله، جمال الريجريشن هو statistical powerful statistical technique that can correct for differences in other variables. انت عندك مثلا خمس variables، فهو بيطلع بيقول لك assuming، يعني هو من نهايته الconclusion الماثماتيكلي تبعه بيقول لك انه assuming انت انه الوزن نفس الشيء والtraining نفس الشيء والBMI نفس الشيء، راح يكون البلاد جروب O is a good predictor of endurance او يعني running. فهذا ف يعني الريجريشن اذا جود تكنيك خلينا نقول لنوع الاستدي هذا. وابسنس اوف كلينيكال ديزيز، صح احنا نشالوا الناس اللي عندهم مثلا وات ايفر يعني كرونيك ديزيزز، فهي شغله منيح بالاستدي الناس الهيلثي بس كانوا انكلودد. طيب الويكنسز هلا بعدين ان شاء الله حنبلش نقرا البيبر ويعني تتضح لنا الصوره بعد ما نخلص هذا الجدول. فبتقول ياسمين انه البوبوليشن معنا لسه صح، population blood group B and AB for the capital they were less and unequal to A and O. ممتاز، حلو كتير، ملاحظة جميلة. شو يعني؟ هلأ نحن بالماراثون هذا هلأ عم نوضح لكنا شوي الماراثون اللي ركضوا 52 واحد ركضوا أو كانوا included بالستدي، بس مو 52 يعني هدول total، بس blood groups ما يعني حتكونوا عدد أقل بالanalysis. فبال blood group O هون بالresults لكا كاتبين لنا. تعي يا ياسمين بس مشان نسمع صوتك تكوني يعني بالدسكشن معنا، عم تقلنا انه ممتاز خليك هيك فاتح المايك. فعم تقلنا انه ليكو الريزلتس انه البلاد جروب A 25 واحد اللي هي 48%، البلاد جروب O 38% من اصل شو 52، البلاد جروب B 5 فقط، وبلاد جروب A B احلالهم 2. فاجمعوا 2 زائد 5 هي 7، وزائد 20 27، وزائد 25 صارت 47، زائد 3 50، زائد 2 52. مزبوط، هذا التقسيمه. فنرجع لقضيه السامبل سايز تبع مريم، لسه نحن ما بنحكي عن 52، عم نحكي عن فقط 20 واحد بلد تايب تبعهم او يا مريم، فمان علي يعني بالاناليسس. نحن حنقارن سرعة ال 20 بني آدم يلي ركضوا مقارنة مع ال 32 بني آدم الباقيين من كل الأذر بلاد تايبس يلي ركضوا. فعرفتي النقطة اللي حكينا أو انتقلناها عن السامبل؟ ففكري فيها بسهولة هلأ برأيك، لو يعني لو بلال دروبي يعني أنا خلينا نقول أثلتك كتير، أنا ورفيقي اشتركنا بالماراثون وكان البلاد تايب تبعنا أو، فكنا نحن 2 من ال20 هدول وكنا الأوائل بالسباق، برأيك ما حيأثر على التوتال أفريج تبع الرننج تايم تبعنا؟ ما هو كل السامبل 20، فتخيل لو واحد أو 2 بس سريعين كتير كانوا وجابوا ريكورد كتير سريع، راح يأثر كتير على الريزولت لأنه كل الموجودين 20. فكيف بتعرفوا نكتة الأفريج؟ كيف لما يقول لك لما يكون في قطاع مكسر الأفريج بيكون الصف كذا وهو الوحيد المفلل وكذا، ف
دكتور بيقول الأفرج كويس يا جماعة، بيقول الأفرج مو كويس بس هذا القطاع هو اللي رافع الأفرج. مفهوم؟ حلو. فهاي هي قضية السامبل. فلكن بلشنا شوي بالانتقاد واحدة واحدة، نرجع بس شوي لجدول ياسمين يلي حكته نقطة منيحة. إنه شو they were unequal، يعني فعلا يعني blood type A و O كانوا قريبين من بعض، تمام؟ على فكرة مو لازم يكونوا equal، بس مشان إذا كانت ياسمين فهمانة شغلة غلط إنه بالاناليسس لازم يكونوا كل الجروبس equal، لا لا مو مهم أبدا، بالستاتستكس بالأخير هذا كله بيزبط 25 20 ماشي الأمور. بس B مثلا 5 يعني عدد جدا ضئيل. طب هادو A B ما هو معروف أنتوا يعني إذا بتذكر حتى المدرسة المفروض هاي الشغلات غطيتوها. blood type A كتير نادر، A B هدول اللي الجماعة اللي بياخدوا دم من كل حدا، وأنا منهم by the way يعني الحمد لله. فبس استر إنه sample صغير. نجي هلأ للكلام الثاني small population، هذا يعني النقطة هدول مع بعض إنه small sample size والsub groups أصغر وأصغر لسه. طيب بعد هيك results presented as O and non-O blood groups. لما هنا قارنوا بالconclusion تبعون الأناليسس كيف عملوا؟ ما عملوا الconclusion لكل جروب لحالة، عملوا A للأسف عملوا الجروب O يعني كسرعة الجري أو سرعة إنهاء الماراثون مقارنة بكل الأذر groups، فما كانوا مفصلين بين الجروبس، وهذا هذا limitation. معك حسنتي هذا كتير شيء مهم. دكتور نعم ما فهمت عليك النقطة الثانية. هدول الناس يعني السدي هي عم تقول إنه البلاد جروب أو الاندورنس تبعهم من أحسن من الأذر جروبس. ليش ما أو يعني عم تقلك ياسمين هي عم تقول إنه هذا limitation لأنه ما قارنوا أو بالأو بالأي لحالة والبي لحالة والأي بي لحال. مفهوم؟ يعني شو بيعرفك يا مين اللي سأل؟ عبادة؟ اوكي دائما تسال اسئله منيحه. ليش ما قارنوا بالستدي هاي؟ يعني ليش يا اخي انا بلكي انا قلت لك يا اخي يعني انا خليني اشر خليني اقول اصبع الاتهام على الستدي هاي وقول يا اخي شو بيعرفكم الاي بي مو اسرع؟ كل اللي كان عندكم اثنين بركي هذول اثنين كانوا جدا بطيئين وحالتهم حاله، حطوني انا بالسباق بركي بنظبط السكور. فهمت علي؟ ليش ما قارنوا جروب جروب لحاله يعني جروب واحده بالباقيين؟ فهذا ليميتيشن او خلينا نقول على الاقل اقول لو ما هو لو او احسن من كل التانيين معناته او احسن من اي وبي واحسن من اي. غير صحيح. ليش دكتور؟ ما بتتذكر اللي حكيناه بالسيشن الاولى عن السيمبسونز بارادوكس وعن الاندوسكوبي والسيرجري؟ يس معك. جاوبت حالك ولا لسه؟ هسه مو انا الفكره هاي نوضحها. لا معك نوضحها. هن بالاناليسس حنحكي هلا ان شاء الله عنه. بالاناليسس تبعهم حطوا كل البلد جروبس يعني ال 32 الباقيين هون في 20 ضل 32 من الاذر بلد تايبس، حطوا الاي والبي والاي بي مع بعض يعني حسبوا التايم تبعهم الافرج وهيك وعملوهم ضد الاو. طب شو بيعرفك انه مثلا انه الاي جماعه كسلانين وبطيئين كثير بس بالركض بينما الاي بي كثير سريعين بس لما جمعتهم مع بعض نزل الأفرج بسبب الـ A. يس فهمت علي؟ فهمت عليك. وهكذا لأنه ممكن الـ A تأثرت باللي معها. إيه هي مشكلة يعني شوف شلون نحن بنحاول نشرح general topics لحتى تعمم على باقي الستديز، مو كل مرة نوقع بنفس المشكلة. هي هي الفكرة اللي بدنا نوصلها إنك تعمم على الكل من دون ما تساوي يعني comparison by subgroups بتوقع بمشاكل كبيرة ومنها هي. على فكره يعني هي هذا مو ويكنس قاتله، نحن ما بنقول انه هي ويكنس قاتله بس يعني هي ليميتيشن يعني لانه يعني خلينا نكمل ما نوقف كثير على كل نقطه مشان نحاول ان شاء الله نخلص بسرعه ونحكي عن باقي الستديز تبع الباقي الناس. ريزلتس هون عم تقول لنا ياسمين بريزنت اوكي هي حكيناها، عم تقول لنا بوبوليشن تيكن فروم وان جروب انه كوكيجنز الوايتس يعني هي مو هيك تنكتب اظني كوكيجنز سي اي يو. المهم فروم كوكيجنز الوايتس يعني ونو فرايتي ان اثنيسيتيز. هي لحالة يعني هي صراحة it's not a major limitation. خلينا نقول نحن هون we are not discussing race بس إذا بدك تعممية على البشرية صح ممكن يعني it's definitely better to cover other races بس for starters خلينا نقول يعني مو لازم تدخلي الريس بالموضوع. نحن عم نحكي عن blood group هلأ، فإذا مثلا عم نحكي فقط عن الوايتس أو هاي الستدي وين على فكرة بتعرفي وين؟ بإيطاليا. فنحن عم نحكي عن الإيطاليانز.
As far as I know, Italians ما عندهم كتير races, يعني mainly they're Italian from the same country, nationals. فيعني يعني it's no big deal صراحة. والmale to female ratio not considered. هم هون ما حكوا عدد الmales والfemales يعني بالسباق ولا شلون قصدك يا ياسمين؟ ما حكوا. صحيح صحيح, بالاناليسس هون ما دخلوا الجندر, والجندر طبعا مهم جدا, يعني سرعة جري الذكور عن الإناث حتفرق كتير. ولو مثلا افترضنا انه البلد جروب او, يعني تخيلوا مثلا هي عم بحكي هيك بس يعني عموما من عندي, لو فرضا مثلا في بلد تايب موجود بالميلز اكتر من الفيميلز, يعني افترضوا انه الميلز عندهم بلد تايب او اكتر, ما انه هذا اسفار زينه ما في هيك شيء, بس نفترض, او كانت مجرد صدفة, مجرد صدفة انه اغلب الناس الاو هدول العشرين كانوا ذكور, فهذا الشيء حيأثر على النتائج, مو لانه الاو اسرع ولا اكلنا انه الميلز اسرع. فعلى كل حال يعني فيعني good points, بس especially هدول الأول شيء اللي هن بيهمونا هلأ. نفترض إنه لو فرضا يعني ما كان في خلينا نقول predominance أو bias بالجندر على يعني across the blood groups, ما بيكون limitation, بس still صح لازم ينحكى, لازم يذكروا بالبيبر إنه شو النسبة هدول ما نحكى. طيب خلينا نبلش هلأ بالبيبر, يعني كلام جدا جميل صراحة, أنتوا التنتين اللي شغلات اللي ذكرتوها, وهذا بيهمنا الجدول يعني دائما بنوقف عليه كتير. فهلا خلينا نبلش بالبيبر. بسم الله. بس بقدر أسأل قبل ما تبلش سريع؟ شلون؟ نعم بقدر أسأل؟ تفضلي. هسا بالنسبة للكو فاكتورز احنا حكينا عنهم, تفضل. الايج ايه او الريس او هاي الاشياء, المفروض اذا البي فاليو عندنا اقل من 0.05 خلاص ما بنعتبرهم, بنعتبر انه الوضع تمام, يعني ان الكو فاكتور المفروض ما بيأثر عندك اذا كان. عيد السؤال من اوله وبوضوح. يعني هسه مش احنا لما حكيت انه واحده من الليميتيشنز اللي هي مثلا زي الريس او زي الايج او زي ايه. مثلا انه ميل تو فيميل او انه مثلا الجروب او يعني السامبل ما كان كثير كبير, طب مش بعدين لما سووا الستاتستكس واذا طلع محمل البي فاليو اقل من هذا بنعتبره انه يعني سيجنيفيكانت. ايوه انت قصدك لحظه شوي خليني الاقي البيبر. أصدق طالما الـ p-value significant خلص يعني حتى لو 52 هيك أصدق؟ المفروض, أو حتى الـ co-factors الثانية المفروض أنه خلص يعني تصير غير يعني مش غير مهمة يعني, بس أنه الـ p-significant غطاها. مو مزبوط. لا this is يعني this is you are misunderstanding the misunderstanding يعني multiple things, بس خلينا نقول you are misunderstanding الـ p-value, you are misunderstanding the use of statistics, يعني how when can you conclude انه this is valid or invalid. فلا هي مو هيك, مو قضية انه ما بصير يعني تقول مو مهم السامبل طالما البي فاليو مزبوط مزبوط, يعني this is يعني استنتاج خاطئ تماما. هلا ان شاء الله بنحكي, وصراحة غرضنا اليوم مو statistics للأسف ما فيني اتوسع, بس حتشوف ان شاء الله يعني راح نعرج على الموضوع هذا. فخلينا بس بدي لاقي البيبر ذي. وقفت السكرين شيرينج ولا انتم شايفين لسه؟ اوكي نلاقي البيبر من دون ما نعطيكم سبويلرز. ثانيه خليني الاقيه بس اللي عليها النوتس تبعي. فيزيكال نيوتريشن حدا صار معه؟ انتم يعني قدرتوا تفتحوا البيبر ياسمين ومريم؟ قدرتوا تفتحوا عادي من الادوبي؟ فتحت معي. اوكي لانه انا بتعلق معي احيانا. لكني عم حاول افتحها. انا علقت معي من الموبايل بس فتحتها من اللابتوب زبطت. يس لانه الفايل نفسه فيه مشكله من الجورنال. يعني اوبن وذ كروم, انا هدول ما بيفتحوا فعم بفتحها من كروم مشان هيك. طيب ممتاز. اوكي النوتس تبعي انا الحمد لله حاط عليهم هايلايت وهن بتاجز ولا بستيكي نوتس فما حتقدر تشوفوه من اول شيء. طيب هاي هي. طيب هاي هي شايفين صح شاشه؟ دكتور ممتاز. ف هاي هي. طيب عم بيقول لك هون 52 سو مالتيبل لينير ريجريشن وكان كونكلوجن انه الاو احسن. هاي باختصار يعني البيبر كله باختصار بثلاث سطور. هلا
عم بيقول لك انه الاي بي او بتعرفوا طبعا كلياتكم الاي بي او هو عباره عن شو؟ بوليساكرايد صح فوق الار بي سيز، وبناء عليه بيصير عندك الانتيجنز والانتي بوديز. فهلا اول سؤال بنساله، هلا انت كقارئ سواء انت سنه اولى يعني حتى صراحه اف يو ار سنه اولى سنه ثانيه مفروض يو شود فيجر اوت ذس ماتش يا عباده ويا ياسمين ويا مريم، اول سؤال بتساله اي ثينك خطر ببالكم، هل الانتيجنز هدول او البوليساكرايد اللي فوق الريد بلاد سيل اسفار زينو من معلوماتي واطلاعي السابق، هل لهم علاقه ب المسل و الباور اوف كونتراكشن و الكاردياك اوتبوت والاندورنس وقدره الريد بلاد سيلز انه يحملوا الاكسجين وتو ديليفر ات تو ذا تيشوز؟ شو كان الجواب او خطر بالكم هذا السؤال او شيء يعني انتم الثلاثه خطر بالكم هذا السؤال؟ انا والله يعني درست طول السنوات درست عموما ما على قد المعلومه هاي. ايه بس خطر بالك هالسؤال الاول ما فتحت البيبر او سمعت اليوم فتحناها؟ هسه والله لا هسه يعني طيب فهي شغله لازم تسال حالك يعني هالسؤال لما تجيك هيك مواضيع جديده اسال هل انا بعرف هالشيء من قبل. مريم وياسمين انا معلومه جديده بعد بس عرفتها بعد الارتكل البيبر. ماشي. فا as far as I as we know إنه هالشيء ما له علاقة. طيب it's not established in the scientific literature أو على الأقل in our books. خلينا بس هيك medical students إنه the ABO له علاقة بالendurance وبالrunning. طيب. المهم هذا حكي عن هذا مجرد introduction. عم بيقول لك إنه موجود على multiple epithelia وendothelia وneurons وplatelets. وانه موجود على يعني هو طبعا الانتيجين ممكن يشو يكون موجود على اكثر من خليه وان كان هو مشهور انه على الريد بلاد سيلز. وبيقول لك انه اللوكس على الجين الفلانيه ما بيهمنا كثير. نكمل هلا معلومه بس مهمه ما تفهموا مني اصلا احكيها هلا ولا لا؟ ايه هلا في الفيرست ليسن انه when you are reading or learning anything you should think of البوستيرير البراير بروبابيلتي بيسموه. المشكله احنا هذا مو درس ستاتستكس بس البرايب يعني شو يعني مثلا يا عباده بقول لك فلان خليني اقول لك هيك فلان ايوه يا دكتور فلان عمل عمله عاطله ماشي عمل مشكله بتقول لي ما متفاجئ او مو مستغرب ليش؟ لاني شايفه من قبل بيعمل شغلات ايه لانك بتعرفه انسان عاطل فبتقول ام كومبليتلي بيرسويدد او اي 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 كوايت بيليف يو او اي ثينك يو ار بروبابلي رايت انه فعلا عمله او اصدقك بدرجه منيحه او ما بكذبك. بس لو هلا بقول لك فلان تاني بتعرفه انه من كتير منيح اجيت عبادة ولا لسه؟ عبادة ياسمين ومريم يعني هدول أشراف الجلسة اليوم. طيب فإذا قلت لك هلا فلان إنسان كتير محترم ويعني مشهور ب... ب... بأخلاقه بكذا قلت لك عمل العملة كذا شو هتقل لي؟ لو بشوفه بعيني ما بصدق. أوكي يعني زودت شوي بس يعني حلو هتقول عدة شغلات إما لو بشوفه بعيني ما بصدق او انت كذاب او حتقلي يعني حكي كمان معقول بتقلي بدك تجيب برهان محترم لحتى صدقك بدك تجيب لي اياه ورجيني فيديو ورجيني كذا ورجيني اللي عمله. ف سيم يعني الكونكلوجن شو الفكره هذا هي lessons across life مو بس medicine. Strong claims require strong evidence. Weak claims require weak evidence. أو يعني need at least يعني شو هيك ممكن نحسن العبارة. Strong claims need at least a very strong evidence. Weak claims need at least a weak evidence. ممكن نقبلها يعني حتى لو evidence ضعيف. فنفس العبارة. هلا بالطب نفس الشيء. الطب if you are claiming a novel discovery or something new that is not built upon prior science. You need more evidence to
persuade people or persuade scientists or doctors than if you are claiming something that builds upon something new, something old. يعني بالمننجايتس مثلا قلت لك أنا أنه أنه البكتيريا الفلانية بتقتل أكثر من البكتيريا الفلانية, يعني المورتاليتي ريت تبعها أسوأ, أو مثلا المورتاليتي ريت تبع الستريبتوكوكس أسوأ من الهيموفيلس مثلا. حلو, ما رحت لي خلاص أنت جايب هالسامبل مثلا عندك سامبل 100 طفل 50-50 من هذا الستريب مات مثلا منهم 20 طفل, الهيموفيلس مات منهم 3 أطفال, معناته الستريب أسوأ, بتقلي خلاص أمورك ماشية. بس لو هلأ بقول لك أنا اكتشفت بكتيريا جديدة اصلا او اكتشفت نوع كائنات حي جديد, فحت حتطلب مني مستوى غير من الايفيدنس, نفس الحكي. فهلا البلود جروب او, فهون حتقول شو حتقول ايام يعني فيري سكيبتيكال, هي الفكره يو شود بي انه سكيبتيكال اللي يو شود بروف ات فيري ويل ان ا جود ستدي تو بيرسويد مي انه الاندورنس بالبلود جروب او احسن, especially that يعني لا انه في prior evidence ولا انه this is as far as we know biologically plausible. هذا اللي بدي احكيه غير البراير ريسيرش. البيولوجيك بلوزابيليتي, شو يعني البيولوجيك بلوزابيليتي؟ هي الامكانيه العاديه او الامكانيه المفسره حيويا من المحسوسات اللي نحن نعرفها. فهمت علي؟ فاهم عليك. ف يعني مثلا بتعرف مثلا الهوميوباثس او واتيفر شغلات السودو ساينس وهيك, بيقول لك هذا بيعالجك بالطاقه ولا بيعالجك بالمبعرف شو, بالطاقة الحيوية ولا بالطاقة المبعرف شو. تقول له طيب كيف يعني شو الشغلات, شو الميكانيزم؟ بيقول لك ما هي, هي خلاص هي الطاقة. طب وين الميكانيزم وين ما في؟ وبيقول لك هي السلف هيلينج ابيليتي تبع البادي تبعك. طب وين, ورجيني اياها, وين يعني وين ما في؟ بينما لما انا اقول لك انه والله لما مثلا انت تنجرح بيصير لك هيلينج, بتقلي كيف؟ بقول لك والله في blood supply, البلد هذا في white blood cells, red blood cells, platelets. Platelets بتعمل aggregation, بتعمل لك plaque, بتسكر plug fibrin, بيوقف البليدنج, تيجي ال white blood cells بتقتل البكتيريا من خلال ال eating ومن خلال السيتوكينز وكذا, وبتيجي ال RBC بتعطي oxygen والجلوكوز بيعطي nutrition وبصير rebuilding of tissues. فشايف الفرق بين الادعاءين؟ يس. فلو واحد عم بيقول لك طاقة ولا whatever أي شغلة ما إلا biological plausibility, ما بتقول له كذاب على فكرة, لأنه مو هيك العلم حقيقة, مو هيك العلم. بتقول له جيب لي شغلة إثبات قوي لإدعائك الغريب, وكل ما كان أغرب كل ما كان بده هذا. يس. فليش بيقول لك, ليش بيقول لك science is not against الشغلات هاي؟ ما فيك تقول لو واحد بيقول لك energy كذاب, لأنه لو أنت بالقرن 17 بتقول له, بتقول لأي إنسان مات, بتعرف من زمان كانوا الناس يموتوا ما حدا بيعرف, بيقول لك he died of old age, بس كبر وهرم وكذا وصار يتعب وبعدين مات. لو أنت رحت عند واحد من هدول الناس وقلت له أنت جزء منك صار بده يكبر ويكبر ويكبر وصار يأكل أكلك وجواك صار في مخلوقات جديدة وعم تأكل منك, وبعدين بيقول لك شو أنت مجنون؟ بس أنت شو, أنت عم تحكي عن كانسر مالجنانسي عم تنمو, وهو لسه ما عقله ما وصل لهالمستوى من العلم, ما كان هالشغلات مكتشفة مثلا, فبيقول لك كذاب. أو لو بتقول له جواتك كائنات حية اللي هي بكتيريا وكذا, بيقول لك كذاب أنت مجنون, ودوك على المستشفى الصحي. فممكن شغلة تكتشف بعدين نحن ما بنعرفها هلأ. فممكن نفس الفكرة أو نفس الحجة تقول لي الاي بي او موجودة أو إلها علاقة أو إتهازة رول بالمسلز أو بالكذا أو بالكذا لسه ما اكتشفناه, فجهلنا ليس دليلا على انعدام الشيء. تمام, صحيح. الفكرة أنه weird claims أو new odd unbased claims require stronger evidence than other يعني regular ones. فالمهم هاي أول نوت بدنا نحكي عنها, البيولوجيكال بلوسيبلتي مهمة. نرجع لموضوعك اللي سألتني إياه بالجلسة الأولى, أنا لسه مو نسي هذاك السؤال, when can we infer causality. causality يا سيدي it has, في شيء اكتبه عندك على ورقة, البرادفورد هيل كرايتيريا. إيش دكتور؟ انت اي سنه يا عباده؟ سنه رابعه صح؟ انا رابعه. بس ما سمعتش كويس. قريت الفيرست ايد انت؟ انا لا والله لسه, بس يعني بحاول. برادفورد هيل, البرادفورد هيل كرايتيريا موجوده بالفيرست ايد على كل حال. افتحها فيرست ايد. ايوه عليكم. ايه هلا طلعت عليكم.
هاي كرايتيريا لإنسان اسمه برادفورد وأخوه هيل كأنه ولا هو نفس الشخص ولا شخصين ما بتذكر أظني هو شخص واحد. كرايتيريا للإبيديميولوجيك أو للميديكال ستديز عموماً especially الإبيديميولوجيك خلينا نقول لحتى تستنتج السببية من دراسات غير الراندومايز كنترول ترايلز. غير دراسات ثانية واحدة يعني أنت تخيل يا عبادة أنه أنا مثلا فيني غير البلد تايب تبع الناس فمسكت واحد بلد تايب O وخليته A وخليته يركض بعدين طلع ركضه أبطأ بعدين عدته مرة تانية ورجعت بلد تايب تبعه O وركض وطلع أسرع وبعدين كررت على أشخاص تانيين وطلعت نفس النتيجة وبعدين مثلا نفترض انه في واحد بلد تايب او بتعرفوا الهيتروزايج لا ما في هو البلد تايب او هو دائما ريسيسيف بس نفترض بمثال اخر انه في شغله ريسيسيف مثله او نفس الحكي عكسوا على البلد تايبس الثانيه نفترض انه مثلا في بيور جين او او الهيتروجينس الهيتروزايجوس والهوموزايجوس مع انه هي ريسيسيف طبعا لو كان هيتروزايجوس او شو بيكون اي او بي هي عباده بس انسى مشان المثال هذا يضبط هلا خلينا نتغافل عن الشغله هي بس مشان يعني اشرح الفكره نفترض انه في هيتروزايجوس او فانا قارنت بين الهيتروزايجوس او والهوموزايجوس او وطلع الهوموزايجوس لسه اسرع من الهيترو الهيتروزايجوس شو يعني يعني كل ما كنت اصفى بيكون أصفى دوز ريسبونس كل ما زيدنا الاو هذا يعني هي فكره برادفورد هيرك كرايتيريا ليك طبعا هي في كتير شغلات هي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 كرايتيريا جن ا جروب اوف برينسيبل ذات بروفايد ليميتد سبورت فور استابليشينج ايفيدنس اوف ا كوزال ريليشن شيب بتوين اسيومد بريزيومد كوز اند افكت ففي عندك عده كرايتيريا تزيد ثقتك ليس هي قطعيه لانه حقيقه منطقيا من ناحيه فلسفيه ليست شغلات هي كافيه ولكن من ناحيه طبيه طيب يعني لحتى as far as we know good يعني ايفيدنس للكوز هي شو هو عدة شغلات strength إنه كل ما زادت الشغلة كل ما زاد the strength of association the stronger the association the more evidence يعني مثلا البلد جروب O خلصوا الماراثون بساعة بينما البلد جروب A خلصوا بساعتين وثلاثة فرق ساعة هذا ضعف يعني السرعة بينما لو فرقت خمس دقائق بين two groups يا عبادة يعني هذا ممكن نحكي يعني statistically significant بس technically is not significant أحسنت حنجي كمان للنقطة هي يعني قصة الـ p-value اللي حكيت عنها كتير ممكن نطول عليها بس أنا بعطي خطوط عريضة فالقضية الأولى strength إذا فرق كبير فرق ساعة مثلا بين الـ two groups بالركض غير فرق خمس دقائق هي واحد الـ consistency إنه هل repeated observations have the same يعني كررتها في أكثر من حالة وطلع نفس النتيجة يعني مثلا لو الستدي تكررت مرتين أو ثلاثة غير الستدي واحدة فيك تثق أكثر بالرزلت. طبعا هاي ريبليكيشن كرايسيس. إيه الشغلة الثانية consistency إنه consistency لا حكينا عنها specificity إنه هل في شغل عوامل تانية بتأثر على الشيء هذا ولا لا يعني سرعة الجري يا عبادة شو الشغلات بتأثر عليها كتير العمر والتريننج والجندر يلي قالته ياسمين ولا مريم ياسمين والجندر شو كمان بدكم والبي ام اي الويت كله بيأثر كثير شغلات التيمبوراليتي طبعا السبب لازم يسبق هي شرط منطقي لازم السبب يسبق النتيجه البيولوجيكال جريدينت انه هل في دوز ريسبونس ريليشن شيب كل ما زاد الشيء كل ما زادت نتيجته طبعا بحالتنا هي ما في دوز كثير لانه انت عم تحكي او ولا ما في او ما في اوساط بيناتهم ما في تدرج يعني البلوزابيلتي يلي حكيت لك عليه اللي هي بيولوجيك بلوزابيلتي هل من ناحيه معرفتنا المحدوده على الاقل في هذا الشيء متوقع او غير متوقع اللي هي كونسيفابل ميكانيزم الكوهيرنس انه لا تناقض الساينتفك كونسنسس انا ايش قلت لك الحكي هذا كله هي ليست قواعد منطقيه هي مجرد شو قواعد عامه للطب لانه غالبا ات وركس فور موست اوف ذا تايم يلي بيخالف الاجماع الطبي او الاجماع العلمي بيكون مخطئ طبعا صح نحن كلاتنا بنحب وبنقرا وبنعرف قصص الناس اللي خالفوا اجماع الاطباء في زمانهم وصاروا يعني عظماء زمانهم مثل فلان وعلان مثل الكسندر فلامينغ ولا شو كان اسمه هذا
باري باري شو كان اللي اكتشف الاتش بايلوري؟ هذا اللي بلحها صح؟ بايلوري discovered by باري شغله باري مارشال. هذا كان كل حدا مكذبه، كل حدا بيقول انه الاتش بايلوري من الاسترس ومن ما اعرف كذا، هو بيقول من الاتش بايلوري. بعدين اثبت الشيء هذا، هو مو اكتشف الاتش بايلوري، اكتشف الالسر انه هي السبب وفاز عليها بنوبل. فالقضية انه صح كتير اكتشافات عظيمة كانت ضد scientific consensus، بس حقيقة لو استقرأتوا التاريخ هتلاقوا طبعا الغالبية اللي بيخالفوا علماء زمانهم في اي زمان بيكونوا هنن غلط، والتاريخ او الناس بس بتتذكر اللي كانوا صح. طيب، وطبعا هلأ امشي بالشوارع هتلاقي كتير دكاترة عم يعملوا شغلات ضد الطب تماما، يعني حتى الدكاترة نفسهم بتلاقي فلان وعلان بيعالج بشغل خلاف الكتاب او خلاف الافيدنس. هذا مفروض ينسجن، موت اللي من عظماء البشرية أو يتحاكم يعني. فالإكسبرمنت إنه يكون إكسبرمنتال، يعني أنت you controlled it with your own hands. بكفي هيك، ما بدنا نحكي كتير عن الموضوع إن شاء الله مشان نفوت على باقي papers. فهلأ البيبر هاي هي علينا أدوبي، أنا سكرت انا كنت فاتحه على كروم صح، ليكا فكرت اني سكرت البيبر. فهلا نجي بيقول لك هون نسبه البلد تايبس، مثل ما نحن بنعرف الاو هي الموست كومن، وموست كومن حقيقه كل حدا، يعني 50% من البلاكس، 44 ان وايتس، 43 ان ايجنز، بتضل هي الماجوريتي بكل حدا. طب يا ياسمين ويا مريم، ما استغربتوا انه هون البلد تايب او هي المينوريتي بالسامبل تبعنا، مع انه هي موست كومون، بس كيف هلا بتصدف انه هي مجرد 38% بالسامبل تبعنا؟ لانه مش كافي السامبل، ما بيعبر عن التوتال، يعني يمكن صغير صح. ففي صدف بتحصل هون صدف، لانه اوريدي السامبل سايز صغير. يعني فانت تخيل لو هلا عندك 50 شخص او عندك 40 وسحبت 5 ولا 10 زياده، لو هدول العشرة اللي سحبتهم بصدفة طلعوا ايه، فالنسب كلها حتتغير. فدائما هذا small sample sizes are very largely affected by new cases. المهم، فهون عم بيقول لك this is a very small sample major limitation especially while using linear regression. هلا حنحكي ليش linear regression يلي كتير من كل السما بيعرفه، وهذا صراحة من أهم الشغلات بالطب. regression it's an amazing miracle يعني بالستاتيكال اناليسيز، انه بدك تدرس اكسبوجر وذ اوت كم بيكون كونتينوس. ايه هلا بنحكي. فهلا انا على اساس عم بيقول لك the potential associations from physiological variables the running time were tested with univariate analysis، هي هي اللي حكيت عنها، وبعدين عملنا مالتيبل لينير ريجريشن، نفس الكلام كان كوبي بيست. طيب for establishing the associations، هي افكر مو انه عيب انه الكوبي بيست، لانه يعني انا قلت لها لمريم ولا قلت لحدا تاني نسيت، انه as long انه الكونتنت يعني التلخيص منيح فمو مشكله. فحطوا طبعا هنا الكت اوف انه شو 0.05 كالعاده. فهنا نعملوا شو ساووا الاناليسس هذا اللي هي الكوريليشن، يعني شو يعني هل شافوا انه هل في علاقه بين الرننج تايم وبين كل فاريبل لحاله اللي هو الايج والبلود تايب والبي ام اي. بعدين اللي طلع سيجنيفيكانت دخلوه على اللينير ريجريشن، إذا شغلة ما كانت significant على الاسوشيشن ما دخلوا على الريجريشن. فالABO was entered as a dichotomous variable، يعني هنا نشوف مثل ما قلت لكم ما قارنوا بين الأربع مجموعات، ما قارنوا بين مرضى الA، مو مرضى، بين ناس الA والO والAB والB A B AB والO، ما قارنوا بيناتهم، وإنما قارنوا O مع كل حدا باقي. تمام؟ فهذا عم يحكوا الاناليسس. فهذا اول ليميتيشن. انا صراحه او اي حدا تاني ممكن ينتقدوا النقد محترم، يقول لهم يا جماعه انتوا ليش هيك عاملين. اي حدا بيخطر بباله هالموضوع بيقول غالبا رح قارن كل مجموعه لحالها. This is another flaw in the article، او على الاقل ليميتيشن، ممكن انا اعدل جملتي اقول ليميتيشن. Questionable type of data entry. The four blood groups should have been analyzed separately using dummy variables. هلا ما حنشرح كثير شو هي الدمي variables instead of clustering them into A, O and هذا.
ليش؟ لأنه يعني كيف بدنا نحكيها؟ شو بيعرفك إنه الأو هن أسرع؟ ليش؟ بركي مثلاً ال 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 مثلاً الأ هن أبطأ ناس والبي مثل ما قلنا قصة السيمبسونز بارادوكس، يمكن الأ مثلاً هن كتير بطيئين وبطأوا باقي الجروبس، يمكن الأ الأ بي والبي لحالهم سريعين أو أسرع حتى من الأو. طيب مفهوم الحكي تبعنا إنه ممكن واحدة من السب جروبس بطأت الباقيين الثلاثة هدول، فأثرت على الأناليسس والكونكلوجن. يعني قصدك إنه واحدة من السب جروبس كانت كثير سريعة فإن عملتهم بطيئين؟ إيه نفترض إنه لو كان في جروب، لو كان عن جد في علاقة بين البلاد جروب أو البلاد تايب والإندورنس، بركي مثلاً الأ كانوا هن بطيئين جداً وبطأوا باقي الجروبس. يعني نفترض إنه الجروبس نفترض إنه كل الجروبس متساوي، يعني الأو والأ بي والبي سرعتهم كلها متساوية ولكن الأ هن المعطوبين. بس لما دخلنا هدول الثلاثة مع بعض بالأناليسس رح يصير الأفرج السرعة تبعهم النازل لتحت، وحتصير الأو كأنه بينت كأنه أسرع بالأناليسس. يعني زي فكرة إنه مثلا ممكن تكون الأ أوتلاير مثلا أو إشي زي، يعني ممكن لا مو أوتلاير يعني، ممكن عن جد ممكن عن جد البلد تايب A بتخليكي بطيئة بالركض أو الاندورنس. يعني ممكن نفترض نحن يعني نحن عم نقرأ البيبر قراءة نقدية، فممكن يكون هيك. فأنا شو بعرفني الداتا؟ هي الداتا لا تمثل، it does not have good analysis technique. yes yes. ليش ما فصلوها؟ يعني شو سبب أنهم خلوها ثنتين بس لحالة؟ لأنه السامبل قليلة يعني، ولا ليش يعني أحسنت. خلوها هذا بالضبط هذا اللي عم نحكي. أنت كريسيرشر لازم تسأل الأسئلة هي لنفسك لحتى تبلش هلا بالاخير تقدر توصل بعد ما تخلص البيبر توصل لكونكلوجن. كان اي فاينلي يعني as a whole in conclusion do I trust the conclusions of this paper ولا لا؟ will I believe what the authors claim ولا لا؟ يعني هلا فاينلي انت لما تقرا البيبر فلان قال لك 1 2 3 4 5 بالخمس ورقات هدول، بالاخير هلا انت صدقت ولا ما صدقت؟ مفروض نوصل لنتيجه، مو والله تقول لي قريت وسمعت انه في هيك هيك بس انت مو مصدق. ما بصير، لازم توصل لقناعه، على طبعا مو شرط قناعة قاطعة بس على الأقل شو غلب على ظنك في نهاية المطاف؟ هل صدقت المقالة هي ولا ما صدقت؟ فهلأ نحن بنجمع هاي فكرتنا بالدسكشن فورمز، بنحط بيبر نوع بنحكي عنه 1 2 3 4، بنعد عدد المشاكل أو الأسئلة أو علامات الاستفهام اللي على البيبر هاي، وبنشوف كم علامة استفهام بالأخير، وكل ما زال عددهم أو شفنا مبررات أو غير مبررات لعلامات الاستفهام هدول ساعتها بنقول بدنا نصدق أو ما نصدق. هاي هي الفكرة. فلان احنا عم نجمع علامات استفهام، فقلنا انه السامبل صغير وانه هون هن ما ساووا اناليسس. المفروض صح، المفروض اي انسان عاقل بيعرف الستاتستيكال اناليسس تكنيك غالبا بده يقول بدي ساوي كل جروب لحاله، بس هن ما عملوا هيك. هاي واحد او صاروا اثنين عده نقاط. الثالثه انه هن عملوا لوغاريتميك ترانسفورميشن. شو يعني؟ طبعا مثل ما قلت هاي مو حصه ستاتستكس وما حقدر اشرح لكم كل الحكي، ولكن انا بعطي خطوط عريضه. لوغاريتميك ترانسفورميشن يعني انت مثلا طبعا الوقت كيف بينقاس؟ بالدقائق او الثواني، خلينا نقول بالثواني بالماراثون. هذا مثلا هذا فلان خلص الماراثون ب 3600 ثانيه، حلو، اللي هي ساعه. ساو بالاكسل شيت بتعرفوا انتم شلون بتنحط. عندك هي الاكسل بتحط بلال الدروبي بلاد تايب او، يعني هيك هي بتحط بكولومز. فماني علي اعتقد يعني الموضوع جدا بسيط كيف ان هدول جمعوا الداتا. هيك بيقولوا بلال بلاد تايب او او هيك كابيتال، ومثلا خلص ب 3600 ثانيه، وبلاد شو قلنا بي ام اي مثلا 25، وهكذا. وميل مع انهم هون ما حكوا وهكذا المرضى، لسه بقول مرضى الناس محمد نفس يعني وهكذا. فشو يعني لوغاريتميك ترانسفورميشن للداتا؟ هي ليست statistics ولكن عموما يعني أخذوا الرقم هذا وكتبوا log of 3600، حلو، أخذوا الرقم هذا حطوه هون، حطوه بالشيت هاي. لسه بيعطينا نفس النتيجة يلي هو 3.5 ماشي، وهكذا ضلوا يعملوا هيك لكل الأرقام اللي هون. معي يا عبادة ولا بدور اللي حكى صح؟ معك حكيم. فضلوا يعملوا هيك، هذا اسمه لوغاريتميك ترانسفورميشن. وبعدين لما ساووا اناليسس لحتى شافوا مين الاسرع ومين الابطا، كان الكونكلوجن على اللوغاريتم.
ستيل الصورة عندك مو واضحة. بتقولي ليش هيك عملوا؟ ما حقدر اشرح كتير ليش هيك عملوا، بس عموما اللينير ريجريشن له assumptions، كل تيست له assumptions او شروط لحتى تساوي التيست هذا. اذا السامبل تبعك ما بيستوفي الشروط هاي ما بتقدر تساوي الريجريشن. احيانا في ناس بيساوي logarithmic transformation مشان تستوفي الشروط هاي، ولكن لازم يعني لازم تبرر الشيء هذا بالميثودولوجي تبعك وبال يعني لازم تقلي ليش ساويته. هاي هي الفكرة. فانت لما تقلي والله انا الناس يلي بيركضوا اسرع من اللي ما بيركضوا، بس مو بالثواني، باللوغاريتم تبع الثواني. طب ليش عملت لوغاريتم؟ هاي الشغلات لازم تتبرر ولازم تتوضح، ما بصير هيك تنلحش وتنرمى وخلص ننساها، لانه بتاثر كثير على الكونكلوجن تبعنا. المهم نكمل حكينا. انا حاسس الدنيا ساكته يعني ما بعرف لخمته من الحكي ولا شو القصه. ممكن اذا الواحد عارف الستاتستكس تعرف وهيش لا لا هنا معك ايه. ف دكتور هذا هي الجلسه يعني حيكون في منا عده لسنز، منا حنحكي الكونكلوجن هذا او الفاينل لسن باخر البيبر. بس ليك رهف كانت عم تحكي شغله حكيتها بالشات انه البي فاليو شرحته بشكل مفصل بالوركشوب 101. شكرا يا رهف، بس يعني كلمه مفصل كلمه كبيره، وحقيقه لا ما شرح يعني شرحنا احسن هناك صح، بس ستيل هو مو شرح كافي هناك. بي فاليو قصته طويله عريضه، بس ديفينتلي انا هلا ان شاء الله حنحكي شوي عن الريجريشن بعدين نحكي عن الورشه هذيك. المهم نكمل اللي حكينا هلا، وان شاء الله شوي حتتبلور الصوره قدامكم اكثر. فهلا عم بيقول لك الريزلتس انه الاثليتس هذا الديستريبيوشن تبعهم، انه عملنا لهم انه الرننج بيرفورمانس كان له علاقه بالايج. اسمعوا يا جماعه اسمعوها هي مهمه. نبلش هون نبلشوا ليك وبلشوا يحكوا لنا الريزلتس. طبعا هذا كان الديستريبيوشن، وقلنا انه هون كان يعني واضح انه السامبل سايز سمول، لانه حتى الاو كانوا ماينوريتي مع انه المفروض يكونوا اغلبيه. رقم اثنين قالوا لك انه عملنا يونيفاريت اناليسس، يلي هي شو نقارن كل فاريبل، يعني عندك هالخمس فاريبل اللي ذكرناهم البلد جروب والايج والويكلي تريننج والبي ام اي في شغله خمسه ولا لا، قارنا هدول الاربعه كل واحد لحاله من دون ما نصحح للثانيين، كل واحد لحاله مع الرننج تايم، ولقوا انه شو لقوا رننج بيرفورمانس واز فاوند تو بي significantly associated مع with age and weekly training. واضحة الايج المفروض تكون كل ما اختيرت كل ما كان وضعك أسوأ، والويكلي تريننج كل ما تدربت كل ما كان أحسن. common sense. whereas no association was found with body mass index. يعني يلي عنده high body mass index ما له علاقة بالجري تبعه، وانه هي يعني حيخلص الماراثون ولا ما حيخلص، اول واحد ولا اخر واحد. شو رأيك انت يا عبادة؟ نرجع لقضية البي فاليو تبعك. لو أنا قلت لك إنه يلي وزنه 50 كيلو مثل اللي وزنه 100 كيلو أو هيك بالماراثون، بتصدقني؟ إنه وزنه 50 كيلو زي وزنه 100؟ لا أكيد مستحيل. يس بصدقك، لأنه البي فاليو أكبر صح من دقيقة. لا هسا البي فاليو more than 0.5 يعني yes. يعني لما تكون 0.5 يعني no significant difference، فهذا يعني هاي أسيل واحد. أسيل يعني راح تؤذيني. انت شفتي عكستها ايه. فبالضبط هذا اللي بنحكي، يعني هو كمان واحد بده يحط الكومن خلاص تمام، واحد بده يحط الكومن سنس تبعه. فكمان يعني انت بتعرف في عندك overweight people شفتهم بحياتهم، فبتعرف overweight people have less endurance او less physical ability to compete with normal weight او 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 athletic people. فاكيد يعني حتقول لي جيب لي يعني شغله اقوى به، مو بس قضيه بي فاليو، قضيه study design. فهي شغله. فهون عم بيقول لك انه الايج اطلعوا حكيم نعم هسا ممكن هذا نقصد بالبادي ماس اندكس، انه اوزان البارتيسيبس نفسهم ما بتختلف. حلو احسنت هي شغله ما كنت حكي عنها بس يلا حلو ذكرتها صح. انا عم يحكوا عن السامبل تبعهم يلي هن اي اسيوم غالبا كلياتهم قريبين بالويت، لانه هدول ريكريشنال اثليتس 50 بني ادم شاركوا بماراثون غالبيا كلياتهم اوزانهم 50 و60 كلياتهم اثليتيك. يس احسنت حلو كتير. فهذا الدفاع الوحيد يلي ميكس سنس ويو ار رايت. فليتس سكيب ذس بوينت اوف انفورميشن، بس المفروض يوضحوها
مفروض يذكروا انه والله الرينج اوف ويت او الافريج ويت كان كذا والماكس والمينيمم البارتيسيبنتس كان هيك هيك وزنهم. فكمان لازم هاي الشغلات تتوضح بالبيبر, يعملوا جدول تو ديسكرايب ذير بوبوليشن اوف ستدي. يس يعني في حاجه افتح مثال ولا ما في حاجه؟ خليني افتح لكم المينيمم. لا يس انا هاي قاطب ابحث ثاني. دائما في تيبل 1 يكون تيبل يس في كل المفروض يعطوا الكاركترستكس لكل بارتيسيبنت اوف ذا ستدي. يس خاصه انه لانه هون بتاثر شو اسمه هاي الاشياء. بالضبط. فنطلع مثلا هي البيبر تبعنا تبع المينينجايتس. وين الجدول عليكم. فهي دائما عندك تيبل 1 دائما متعارف عليها اسمها تيبل 1. ففي شيء على فكره حتى بيسموه, اذا ان شاء الله شفتوا كورس اف بي ويلسون, في شيء بيسموه التيبل 1 فالاسي, تيبل 1 مدري تيبل 2 فالاسي, مشهوره بالاسمين هذول. تيبل 1 دائما فيه الديموغرافيكس. المهم هو ما ذكره هناك بالاسم بس يعني تو ميك شور, بس ذكر الموضوع. فدائما عندك شو بتقول والله الجندر كان مثلا لكو 113 ميل و56 فيميل, الافريج ايج تبعهم الميديان ايج كان 6 والرينج كان من 1 ل 16 وهكذا. فيو شود ديسكرايب ذس, نفس الشيء الوزن. هون ما عملوا هذا الشيء. نكمل. فشو قلنا انه السامبل سايز, وقلنا انه ما كان في اسوشيشن مع البي ام اي, ولكن عباده دافع عن البيبر دفاع قوي وقال انه نحن عم نحكي عن السامبل الصغير اللي شاركوا واغلبهم كلياتهم اثليت, فصح ما حيفرق. واحد وزنه 60 كيلو وواحد وزنه 50 كيلو, الاثنين متدربين, الاثنين ماراثون رانرز, غالبا ما حيتفرق كتير. صح, حلو كتير. على كل حال هو قريب كتير على فكره 0.05 تبع البادي ماس اندكس, ولكن خلينا نفشل. الويكلي تريننج كان شو؟ كان شوف هلا هون الايج از اسوشيتد هاي ار اللي هي كورليشن, عم بيقول لك اسوشيتد مع البيرفورمانس 0.04. شو يعني؟ يعني كل ما كنت اكبر بالعمر كل ما كان سرعه جريك او يعني المده الوقت يلي استهلكته لانهاء الجري حتكون شو؟ اطول. طيب وهون كل ما كان بتتدرب أكثر كل ما خلصت وكان مدة الجري أقل, اللي هي يعني طبعاً المدة أقل معناته السرعة أكثر. حلو. هلا نجيها هون, هذا مربط حقيقة مربط الفرس هون يلي اشتكت منه مريم, قالت إنه statistics معقدة, بس بالأخير أنت دكتورة يعني بكرة بدك إذا بدك تعتمدي على أبحاث سواء بعلاج مرضاك ولا بكتابة أبحاثك, يعني بدك تلاقي حل. ما في والله في statistics. طب لا أكيد. شو أنا بقولك؟ شو الاستنتاج؟ إنه نتعلم statistics. فهلا خلينا نحكي عن التابل هذا. شو التابل هذا؟ عم بيقول لك multiple linear regression analysis for identifying independent predictors of running performance خلال هذا. فregression والله المشكلة regression شرحه يطول. روحوا على اليوتيوب بلال الدروبي. في حكينا عنه بالورشة الماضية, ما راح أحكي عنه هم بالتفصيل, هناك حكينا عنه منيح, ليس بالتفصيل التفصيل ولكن تفصيل لا بأس به. طبعا كله هذا يعني كله اسمه introduction, فمو ما تفكروا أني شرحت كل شيء كافي هناك, ولكن في عنا ثلاث سيشنز. هي الجلسة الأولى إلى يعني قسمتها بارتين على بس هي كانت زوم واحدة, فالسيشن الأولى والسيشن الثانية عن الستاتيستيكس, فهون حكينا عنه. المهم ولكن باختصار شو الريجريشن؟ نفتح الزوم في درو, هذا زوم درو. اوكي لا بدنا صفحة بيضة بينت. طيب فهذا اذا في عندنا الشغلة مثلا هي التايم, ماشي, كل ما كان التايم أطول كل ما كان أبطأ بالجري, تمام. فخلينا نفترض هذا هو الفاريبل that we want to predict, وفي عندنا اللي هي شو البلد تايب O, الـ ABO blood types والـ BMI وغيره. في شيء بيسموه regression. شو هو؟ بنعتبر أنه التايم هو Y. حلو. وبنقول مو بتذكروا الفورميلا بالمدرسة, هلا ما بعرف انتم بالتوجيه شو بيسموه بالعربي,
مين هذا اللي عم ينقط يا جماعة؟ اللي بينقط لو سمحتوا يبطل، ولا أنا أعطيكم permission ولا whiteboards؟ طيب ف طيب فمو بتتذكروا بالمدرسه ما كان يقول لكم y equals mx plus b اللي هي الفورمولا تبع الخط المستقيم؟ يس الف س زائد ص m اللي هي الميول الميل تبعه صح، b اللي هي الانترسبت يعني هون يعني شو اذا سلبيه b بتكون هون اذا موجبه بتكون هون يس. فنفس الشيء فيك تطبقها بالطب، هاي من اهم الفورمولاز بالطب حقيقه، شغله كتير كثير مهمه. ففي هذا بيسموه اللينير لانه خط مستقيم لينير ريجريشن. فبنعمل التايم بنقول تايم اللي هو واي بيساوي مثلا بلاد تايب، بنقول انه مثلا بلاد تايب او ضرب رقم معين، يعني اذا اعتبرنا انه او لما يكون او موجود بنضرب مثلا ب بسالب 500 لا خلينا نقول سالب 1000 ثانيه. شو يعني؟ يعني مدة الانهاء الماراثون تبعك راح تساوي إذا أنت بلد تايب أو راح نطرح من الأفرج ألف، راح تكون أنت أسرع بألف ثانية بسالب ألف ثانية اللي هو شو؟ حوالي تلت ساعة عشرين دقيقة. فهذا بيكون معناها، هذا بنسميه الكوفيشنت، بدال M بنحط هون ألف وهكذا. وفيك تضيف أكثر من شغلة، يعني هي مو بس MX plus B، حقيقة فيك تضيف عليها عوامل تانية. فبتقول M2 ضرب X2 زائد M وهكذا، فتحط هون الـ BMI، تحط هون الـ Age وهكذا، تضل M3 وهكذا، بعدين بتقول Plus B. هل واضح الصورة يا عبادة؟ عموما أنا ما شرحت statistics، شرحت فهمت عليك دكتور. فهنا في... مثلا فبنقول مثلا الـ Average، أو خلينا نبلش مثلا نقول أنه الـ Time تبع الـ Running حيكون مثلا 1000 ثانية، أو خلينا نقول مثلاً 2000 خلينا نقول 3000 ثانية، كل حدا خلص أو يعني عموماً 1000 يعني ساعة اللي هي 3000 ثانية تقريباً و600. ولكن لو تايب O خلينا نضرب اللي هو O لما تكون بالشيت بالأكسل شيت، لما تكون أنت تايب O راح نحط واحد، فانسى هلا من أسلوب الكودينج. المهم بنقول أنه يلي تايب O حنطرح منه 1000 ثانية، يلي مثلاً old كتير اختيار راح نطرح كل سنة بنطرح له 60 ثانية، يعني كل ما كبرت بالعمر بتتأخر دقيقة. فلو عمرك 50 مثلا بتتأخر شو؟ بتتأخر طبعا حقيقة هي مو هيك، لأنه اللي عمره سنة ما رح يكون أسرع إنسان بالدنيا، فهو في رينج، بس نفترض مثلا من عمره 20 سنة فما فوق بتبلش بتختير، فكل سنة بتتأخر فيها دقيقة. فاللي عمره 50 سنة أكبر من 20 سنة ب30 سنة، فحيتأخر 30 ضرب دقيقة، يعني حيتأخر 30 دقيقة، يعني نص ساعة على الشباب. فمان علي؟ هون الايج الايج اخذناه وصرنا نضرب كل يونت، يعني اليونت الوحده هي سنه وهكذا. هل هم جره؟ هذا مبدا الريجريشن على يعني على استعجال شديد شديد شديد. ما بدي اشرح ستاتستكس، امل انه نحكي عن بيبرز الباقيين، بيبرز الباقيين لسه اقصر بكثير، فان شاء الله ما تخافوا انه مو انه حنطول كثير، كل مره نحن بنخلص يعني على 10 10 وثلث ان شاء الله. ف فالريجريشن شو يعني؟ يعني هذا الجدول اللي عم ورجوكم اياه معناه انه ليك، وهذا نفس اللي حكيته، هذا الكوفيشنت. لما هلا انتم شايفين مكتوب كورليشن، هلا حنعلق فهيك دائما بالريزلت للريجريشن بيورجيك كوفيشنت، بيقول لك مثلا الايج، بعدين بيعطيك الكوفيشنت اللي المفروض تضربه فيه لحتى تشوف تاثيره. هذا البي فاليو اللي حكى عنه عباده، مدري عربي عباده طبعا لازم. هلا اذا مثلا طلع الايج ومثل ما قلنا باخرك، يعني كل ما تكبر سنه بتتاخر مثلا ثانيه، حيكون هون 60، حيكون مكتوب هون 60، فافترضوا انه هو مكتوب 60، معناته انه كل سنه بتاخرك 60 ثانيه. هون البي فاليو شو يعني؟ يعني هل هاي سيجنيفيكانت ولا مو سيجنيفيكانت ستاتستيكلي؟ هل هاي العلاقه حقيقيه ولا غير حقيقيه؟ هلا البي فاليو هون سيجنيفيكانت كثير، كمان يعني كثير كثير واطي. يس يس
تعالوا نطلع يعني شو يعني إذا كنت ختيار حتأخرك 60 على كل سنة، فاللي عمره 50 سنة حتأخرك كثير. تمام. الويكلي تريننج نفس الشيء، يعني كل أسبوع ما بعرف هون كيف جمعوه، هنا ما قالوا كيف جمعوا الويكلي تريننج، يعني كم ساعة بتتدرب بالأسبوع مثلا. المهم فحطوا هون كمان شو، إنه كل ما تدربت أكثر كل ما قل الرننج تايم تبعك، كل ما كان الماراثون تايم تبعك أقصر. ولكن شو شايفين أنتو 0.0007 very minimum، يعني الإشي كثير صغير، ما بعرف صح يعني بالضبط. ونفس الشيء الأيج 0.02 لشو هي 0.02 يا جماعة؟ بس بإيش يعني؟ ليش نطرحها من تايم صح؟ مش هذا غير شو دكتور؟ لا مع كل سنة، مع كل سنة it's a coefficient. نحن مو قلنا y equals mx plus b، فيعني شو يعني هاي بلس بي، فهذا معناته انه running time تبعك معناته انه time in seconds، خلينا نقول بغض النظر in seconds ولا minutes، it will equal age in years مثلا times الكوفيشنت هذا اللي 0.028. يعني كل ما كنت اكبر بالعمر حتزيد 0.08 seconds ولا minutes ولا whatever. هون ما حكوا اصلا التايم. كل ما كنت اصغر بالعمر دكتور، مش مفروض اصغر بالعمر ولا اكبر؟ لا اكبر. لا اكبر، ما هو التايم صار اطول، يعني صار الرننج تبعه اكبر بتقل بوينت او وهلو مجره. فعميل لك كل ما تتدرب اكثر راح يكون الرننج تايم تبعك اقل، اللي ب 0.0007 من ايش هاي مضروبها بايش؟ بالويك تريننج يعني. هون هلا هون الانتقاد انه رقم واحد كاتبين كورليشن وهذا خطا، لازم يكتبوا كوفيشنت. ليش؟ مو لأنه بلال دروبي قال، لأنه ثانية واحدة، لأنه كل الريسيرش هيك، ريسيرش الريجريشن تكتب الكوفيشنت. الكوفيشنت هي اللي بتنضرب هي الام اكس، لازم تضرب الام بالفاريبل بالاكس، فلازم تقلي الكوفيشنت. شو بدي بالكورليشن؟ وين الانوتيشن؟ كلير ستوب. نفتح جاموفي على السريع ولا جاسب ولا شو بدنا؟ جاسب. هذا statistics فيكم بعدين تدرسوه، هذا مو غرضنا من الوركشوب. الوركشوب هي يعني هلا عم نحكي عن الريسيرش نفسه. فانت دائما لما تعمل اي ريجريشن اناليسس بيعطيك ما بعرف شنو، شو بدي افتح بلال ريسيرش سوشيال سكيل ديسكتوب، بس على السريع ورجيكم اياها. ريسيرش مننجايتس داتا سي اس في. اوكي، فرضا انا بدي اعمل ريجريشن اناليسس، نروح على ريجريشن لينير ريجريشن. طبعا هون يعني نفس الشيء، سواء عم تحكي لي اس بي اس اس ولا ار ولا جاموفي ولا جاسب ولا شو ما كان، كله نفس الشيء. فبتحط مثلا نرجع شو كنا عم نحكي، كنا عم نحكي عن جاموفي وجاسب، فكلياتهم نفس الشيء السوفت وير بالاخير. فبدي ساوي الاناليسس يا عباده، حطيت الفاريبلز اللي بدي احطهم، مثلا بدي شوف اذا whatever، هلا مو مهم شو الموضوع، المهم شوف شلون بيعطيك. شايفين انتو بدي ساوي سكرين شوت وحطها بي بينت، تشوف الايج والبرفورمانس صح؟ مو مهم مثال، هذا بس بدي اورجيك شو بيطلع لما تساوي اناليسس. شو العدات اللي عندك؟ هذول العدات اللي عندك صح؟ ايه يا جماعة لو سمحتوا يسكر المايك تبعه. فهذا بس تعرفوا كيف بيطلع الاوتبوت بالستاتستكس. ليكو هذا الانوفا، مو مهم هلا، بسموه كوفيشنتس. هاي الكوفيشنتس تبع الريجريشن، شايفينها وينه؟ هاي وستاندرايزد وانستاندرايزد كوفيشنتس. المهم انه اسمه كوفيشنتس وليست كورليشنز، بغض النظر هلا عن الفاريبل. فنرجع لموضوعنا، ففي عدة مشاكل هون باللي هن حاكينه. رقم واحد انه ليست correlation وانما coefficients. correlation فوق اللي هي تبع univariate. univariate analysis هي correlation. اللي مو فاهم statistics ومو دارس الموضوع هيستصعب، بس انا اعمل لكم الخلاصة بعدين ان شاء الله لما تدرسوا الموضوع بتقروا البيبر مرة تانية وحتلاقوا فيه المشاكل وحتفهموه. فلما اجينا هون مكتوب correlation، بينما هون لازم ينكتب coefficient. ما يعني هي ممكن تقلي typo ما ادري او نسيوا صححوها، بس انا كناقد هلا ممكن اقول لك، ما حقول لك هي تايبو، راح اقول لك انه هن مو فاهمين اصلا شو عم بيساووا وما عرفوا يفرقوا بين التنتين.
كمان هذا احتمال موجود يعني، مو انه هذا الشرط شرط يلي صار، مع انه صراحه given كل شيء انا قريته يعني هذا الشيء وارد جدا. هي واحد. ف اثنين يا عباده الكوفيشنز كلهم مثل ما لاحظت اسيل، معنى اسيل صح؟ يس. الكوفيشنز كتير صغار، يعني شو انت شو عم تقول لي هذا فرق قديش يعني؟ شو هي 0.00 شو هذا؟ طبعا النقطه الثالثه اللي هي مهمه كمان، انت مو حاكي لي يونتس. انه بايش ما بدنا ايش ما نضربها، يعني عم تقيس لي الايج بالسنوات، عم تقيس لي التريننج شو بالساعات يعني بالاسبوع ولا ايه يعني، والرننج تايم هو اهم شيء اللي هو الاوتكم اوف انترست، هو هذا اهم شيء، اهم من هذا كله الاوتكم اوف انترست. عم تقيسه شو بالدقائق ولا بالثواني ولا بالساعات؟ لانه لو عم تقول لي 0.02 ساعه يعني 2% من ساعه، 2% من ساعه يعني قديش؟ ما بعرف اضربوها كالكوليت، يعني الساعة فيها 60 دقيقة، اضربوا ب 0.02 يعني دقيقة، يعني هي في أسوأ الحالات. في أحسن حالاتهم بالريسيرش هذا عم بيقولوا لك إنه الناس الأولد إيج والكذا يعني أسرع فقط ب 0.028 يعني هدول بالإيج. هي لكل سنة، لكل سنة بيتأخر دقيقة مثل ما قلنا نحن. طب الـ يعني دكتور. نعم. فالدكتور هي 0.028 يعني هسه هي صغيرة، بس انه بتبين اثرها اذا كان الفرق كبير مع كل سنه، يعني مثلا لو واحد فرق كان 4 سنين مثلا. احسنت، حلو. يعني اللي اكبر بخمس 50 سنه او من الشباب راح يكون فرق 30 دقيقه مثل ما حكينا بالمثال، مع انه والله ما كنت محضر، بس هذا مو موضوعنا. حلو، شكرا على مين عباده صح؟ عباده. احسنت، هلا انت الاوثر، راح تعتبر حالك الاوثر، جوابك اللي رديت علي فيه افهمتني فيه، بس هلا بدي اسالك سؤال عن الاي بي او بلاد جروب. الاي بي او بلاد جروب صفر لما تكون او بتكون اسرع، اللي هي الوقت اقل يعني بكمان 0.07. شو هلا برر لي. هي الاي بي او بلاد جروب ما فيها درجات سنه وسنتين وعشرين سنه وثلاثين، موجود اي بي او ولا غير او. فلما تكون انت او اسرع ب أو يعني وقت الجري تبعك أقل ب 0.007. تفضل. بس دكتور في أنا أصلاً في شغلة مش فاهمها، يعني هسا الـ ABO هذا يعني أصلاً كفاريبل كيف تقدر تقيسه على correlation أو coefficient؟ صح، هذا سؤال. أنا ليش هون حكيت dummy variables؟ تذكروا مصطلح dummy variables؟ هون أنا هلا ما حقدر كتير استطرد بالستاتستكس. yes. فيك بتقدر أنت شغلة كاتيجوريكال فاريبل، لانه اذا اي حدا عنده ادنى علم بالستاتستكس في عندك الفاريبلز الرقميه مثل العمر العمر والطول والعرض والارتفاع وضغط الدم. وفي عندك فاريبلز مجموعيه، يعني مجموعات مثل السوري والاردني والعراقي ولا طالب التكنو وطالب الطب او تايب او اي او بي، هي شغلات مجموعيه ليست ارقام، بس فيك تلعب فيها بحيث تصير ارقام. ما حاشرح هلا شلون. هاي ما بعرفها، ما والله ما بعرفهاش، بس في لا اسلوب. يس، ما بتعرفها وما حتعرفها اذا بحياتك ما قريت شيء غير اللي بتدرسك يا الجامعه. يس، شغله مهمه نحكيها. لا انا ما انا يعني قارئ، بس انا مطلع بس على الخفيف، يعني مش انه ديب. لا التقل شويه على هذا. يلا هذا اللي عم نحكيه هون، فان شاء الله بتكون بدايه. انا يعني مثل ما قلت ما فيني اشرح اعطيك كل شيء مره واحده، وما حتقدر تستحمل تاخذ مني كل شيء مره واحده، بس بحاول اشر لك وانت كمل لحالك. ففي شيء اسمه dummy variables، اكتبها كل كيات هاي الكيوردز، اكتبها عندك ودور عليها لحالك، اكتبوها على ورقه dummy variables. بس دكتور ممكن تعيدها بس عشان الصوت مش كثير واضح. والله dummy variables و dummy coding هي نفس الشيء، نفس الموضوع. اقرا عنه وشوفه على اليوتيوب لحالك هلا. فالمهم هلا تعال نرجع، ما تتهرب، انت كنت عم تتهرب يا مؤلف. لا والله عم... نجيب. ايه، فعم تقول لي انه الناس يلي بتايب او اسرع من غيرهم ب 0. ليش هيك؟ ليك ما عم تزبط الهايلايتس. اسرع ب 0.07. فتفضل برر لي شو يعني اسرع ب 0.07. طبعا يعني غير انه اليونت يعني مو مذكوره، غير انه اليونت تبع اصلا التايم مو مذكوره، بغض النظر ساعه او دقائق ما حتكون غير هيك يعني. فشو هذا الفرق العظيم؟ يعني ممكن انا لو عندي مثلا 100 واحد دخلوا على السباق مثلا،
هسه اذا كان واضح انا فهمان نحن كلنا فهمانين شو قلت بس برول يعني يعني انت عم تزعم في الاستدي تبعك انه الناس جماعه الاو الاندولس تبعهم احسن بس طلع بالاخير الفرق يعني بالكونكلوجن ما كان مكتوب رقم ما كان واضح الموضوع بس لما قالنا البيبر طلع الفرق مجرد ثواني هي حقيقه دقيقه واحده 0.07 اي ثواني هي نحن بنحكي عن ملي سكندز ما بعرف شو بتطلع هي الزعم الثاني بجوز بيفرق لما يكون عدد الناس اللي داخلين الماراثون الفصيل دمهم او عددهم اكبر لا او مسافه يعني طويله لما يدخل 10 فصيل دمهم او تفرق لما يدخل 30 فصيل دمهم او assuming شو نحن هون عم نحكي عن effect هذا الكورليشن يعني ما راح يعني اوريدي انت في عندك 20 بني ادم الكورليشن هلا شوف البي فاليو راح يتغير انا بقول لك اللي حيتغير هو البي فاليو راح يصير احسن راح يصير اصغر بس هذا ما حيتغير او ما حيتغير كتير لانه هذا effect size شو يعني effect size يعني تخيل انا هلا اقول لك انا عملت دراسه عملت افترض هيك عملت دراسه بين السوريين والاردنيين ولقيت انه السوريين اقصر ب 0.05 سنتي 0.05 سنتي يعني ما بعرف قديش بتطلع نص ملي او خليني اقول لك 0.1 سنتي ملي او مليين نفترض يعني هاي كونكلوجن تبع الاستدي تبعي والبي فاليو تبعي 0.047 يعني سيجنيفيكانت اوكي كل حدا عم بيقول لي ايه شو يعني بيقول لي انت اهبل بلال يعني ليش شو هالاستدي العظيمه اللي طلعت لي فرق ملي واحد فيش فرق ما بعرف فبقول لك لا انا لاني جمعت 50 سوري لو جمعت 60 ولا 70 حيطلع فرق شو يعني حيفرق يعني شو حيصير ملي وربع ملي يعني ولا بدك فجأة يصير الفرق 5 سنتي ولا 10 سنتي فهمت علي يعني حاول شو اوضح الصورة يعني احيانا ما بيكون صعب بس بمثال يتضح المقال فما حيفرق كتير يعني السامبل ما حيأثر على الفاينل كونكلوجن كتير ما حتنقلب فجأة يصير فرق تلت ساعة اوريدي عم يقلك ملي ولا 5 ملي سكند حتفرق كتير يعني لا فالإفكت سايز أو الإفكت يعني الماجنتيود أوف إفكت إز فيري فيري سمول نحن عم نحكي فرق ثواني ولا ملي سكندز الله أعلم لأنه مثل قلت هون اليونت مو موضحة أصلا هاي شغلة آخر شيء بنحكي هو ساوى اللوغاريتميك ترانسفورميشن للداتا تبعه أصلا تتذكروا yes. فهو هون مو حاكي هل هذا الفاينل كوفيشنتس يعني مع ولا من دون اللوغاريتميك ترانسفورميشن يعني لأنه يمكن أنت عم تقول لي log سالب 0.07 بنصير بدنا نعمل له انتي لوج ونجيب الرقم بالعكس على الثواني لانه احنا هيك عم نستنتج على الرقم يلي بده ينضرب يعني شغل خبصه يعني شغله بتجلط ومو واضحه ما بعرف كيف انتي لوج كالكوليتر هي مباشره هيك يعني بنكتب فيها يلا 0.00 هي العشرة قديش أنتي لوج تبعها؟ أظن واحد صح؟ شو واحد؟ أنا قلت العشرة الأساس عشرة واحد لا هي كالكوليتر عادية عم أقول لحالي ليش هيك مو بالعادة بيطلع لنا طيب فاللوغاريثم فاليو البيس عشرة إذا قلنا عشرة إيه بيس عشرة اللوغاريثم عشرة استغفرك ربي من حسن حظي في عندي واحدة هلأ ما بعرف هون شو قصة المهم لما نعمل اللوج العشرة بيطلع لك واحد مثل ما قال عبادة لما نعمل اللوج هلأ كيف بدنا نعمل الأنتي لوج والله يا زلمه الشرط ما فتحناها من التوجيه هذا انتي لوج كانه مباشره تحت ولا بدك تحب ما عارف تبيها تحت هنا هون سالب واحد المهم انه حيطلع يعني صراحه ما بدي اضيع وقتكم هلا بعد نراجع رياضيات مع بعض توجيه وكلام فاضي المهم انه حيطلع رقم مختلف تماما والمؤلف مو موضح لنا ابدا وفرق يعني بتفرق كتير هذا جدول ايش معناته هل يعني هل هذا بينضرب ب يعني finally شو الفاينل كونكلوجن انه التايب او حيكونوا اسرع بمثلا خلينا نقول 7 ملي سكندز ولا اسرع ب 7 ضرب يعني
ضرب اللوج تبع الملي سكندز، الانتي لوج تبع الملي سكندز تفرق. فهمان علي؟ كنا بالضبط لما نعمل انتي لوج للملي سكند راح يطلع رقم اكبر. ايه يعني صح بالضبط، يعني راح يطلع شيء اكبر. فهون شو انا كاتب؟ ار ذي سيريس كورليشن كوفيشنت اوف 0.07 وبي فاليو هيك. ف البي هو الكوفيشنت، هو البيتا بيسموهم بالستاتستكس. ف هون they don't even know the difference between the two. More importantly, how is this supposed to be a linear regression model? آه هلا عم بيقول لك ال variance اللي هي R2 0.62. شو يعني؟ basically لما تقول الموديل هذا أو الفورمولا هاي اللي هي بالcoefficients هدول explains 62% of the variance اللي حكوا عنه هون، يعني إنه 60 basically 60% أو 62% of your running time is explained by having blood type O. و 41% of your running time or running performance is explained by your age. Your training explains 10% of your running performance. نعيد ولا واضحة؟ لا نعيدها بس آخر مرة. يعني يعني مثلا أنت دائما أنا بالأخير بجيب أمثلة واضحة وأسخف. أنت رسبت لا سمح الله بالمادة، تروح عند الدكتور بتقول له زبطني يا دكتور كذا شو القصة، بيقول لك أنت راسب تجميعك 39 أو لا تجميعك 40. تجميعك 40 ليش؟ بيقول لك الفيرست جبت فيه 20 والمشاركة 0 والسكند 10 والفاينل 10 40. كيف بدك يعني نجحك؟ Your first exam explained 50% of your final grade, the collection. The second explained 10 على 40 اللي هي 25% وهكذا. مفهوم؟ Yes. فده يعني الحمد لله هلأ كل حدا قال yes. فهون عم بيقول لك إنه 10% of your running performance مشروع بسبب ال having blood type ال ABO. هو هون لحظة شوي. Training. يعني أصلا صراحة في حيوان على فكرة بالموضوع. لا 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 صح صح عم بيقول لك الايج، يعني هي لأنه هون حكينا عامة يعني جامعين الايج والبلد تايب والترينينج جامعين، هون عم بيقول لك 62 يلي هي شو 40 للايج 10 للترينينج و10 للايبو. طبعا حدا بالله عليكم بيصدق انه أو هل أنت بتشوفه منطقية انه البلد تايب تبعك بحد مثله مثل أهمية التدريب والجري؟ لا صراحة في إشي يعني جد مستحيل يعني. وإنه العمر أهم من هدول كلهم، مع إنه probably أعمار هدول الناس متقاربة. يعني هسا دكتور كان بيرسنت شو؟ يعني هسا أما أحكي أنا الإج ABO 10% of what؟ 10% of variance. هاي كلمة variance معقدة، ما هو ما حتفهمها لحتى تدرس regression، بس أنت فهمها بالمثال البسيط اللي أنا ضربت لك إياه في التجميع. فهمها هيك يعني هي ببساطة يعني هي صورة جدا قريبة، صورة جدا قريبة يعني يعني من وقتك يعني مثلا أنت خلصت الجري بساعة، خلصت بستين دقيقة خلصت الماراثون، ستين ساعة ستين دقيقة تلتون أو تلتينون بسبب عمرك، وبيبقى التلت نصف الثلث اللي هو السدس بسبب تدريبك، والثلث الباقي اللي هي العشر دقائق اللي بقيوا كان بسبب انك بلد تايب او. لو كنت تايب اي كان اخذت مثلا 70 دقيقه 10 دقائق زياده مثلا هيك. هي الفكره. فهون عم بيقول لك انه التدريب مثل التايب او يعني باهميته. هل يعني معقول انت شايفه يعني انه لو واحد بيتدرب كل اسبوع كذا مثل يعني المشاركه في انتصاره؟ لا يعني مو نفس الاهميه، او على الاقل يعني البلوزابيلتي تبعه. فمان علي؟ ففي كتير هون مشاكل يعني شغلات غريبة. هي واحد اثنين. اصلا اي حدا دارس ريجريشن، هلا هون نقطة صعبة المدارس ما بيعرفها بس انا عم بعطيكم الخلاصة، اي حدا دارس ريجريشن بيقدر يوعدك انه this is BS. ما في شيء اسمه يكون عندك correlations كتير صغار مثل هدول صغار لاي درجة؟ هدول صغار لدرجة انه هنن almost zero، يقاربوا الصفر، يقاربون العدم. وبعدين بتقلي انه they explain 60% of the results. يعني تخيل انا نرجع لامثله بسيطه بما انه انتم بتحب يعني هذا اللي عم تلاقوه سهل. يعني تخيل قال لك انه
هلا بحالة بقضية النجاح والرسوب بالمادة واضح المية 40 first 40 second مثلا و 20 final او whatever 20 20 60 yes. فالمشاركة واضحة النسبة. بس تخيل لك انه علاقة ال first بالعلامة النهائية بالفاينل 90% مثلا لا هي انتم بتعرفوا انه هي 20% لانه العلامه شوفوا العلامه بالفيرست مثل ما هي بتروح على علامتك النهائيه من اصل 100 يس يس يعني اذا انت جبت 20 من 20 راح تجيب 20 من 100 اذا صفرت بكل شيء ثاني فالعلامه مثل ما هي ما بتتغير بس تخيل مثلا لو قلت لك انه العلامه هي بتتقسم على 10 فالعلامه الواحده بتصير بتساوي 0.1 من اصل 100 وبعدين قل لك انه علامه الفيرست تبعك فسرت 60 ولا 40% من علامتك بالفاينل كيف ما هي اصلا تقسمت على 10 يعني العلامه الواحده صارت 0.0 وال20 اللي انت فللتها صارت 0 صارت 2 فهون يعني كيف بالمنطق الكوفيشنت هذول كثير صغار فكيف فسروا غالبيه البرفورمانس اللي هي 60% من الرننج تايم ف this is in regression this is no way ما بتصير لازم يكون الكوفيشنتس كبار لحتى تفسر جزء كبير من الفاريانس طبعا الفاريانس او البرسنت هي من 0 ل 100 فلما توصل لارقام عاليه مثل ال 62 للدعوه لازم تكون الكوفيشنتس كثير عاليه فهي هي هي يعني هذا الشيء بالريجريشن لما تفهموا الريجريشن بتقدروا تفهموا منيح المهم فهون شو عم يقولوا طبعا هون في كثير حكي وفي شيء سالتني عنه مريم قضيه في كثير شغلات بالديسكشن هون هون قاعدين عم يحكوا ليش البلد تايب او هي الموست كومون صراحه مو موضوع البيبر ما بيهمنا كتير عم بيقول لك انه ممكن في ادفانتجز وكذا وسرفايفل اوف ذا فيتست وما بعرف شو مو موضوع البيبر مو مهم عم بيقول لك ذا ريزلتس اوف ذا انفستيجيشن نوت تيستد بيفور عم بيقول بالضبط عم بيقولوا هذا اول دراسه بالموضوع هذا وذيس از ذا فيرست ستدي تو اكزامين ذا اندورنس تو ذا بيست اوف اور نويز ذا ايفيدنس ايمج فروم اور ستدي ذات الناس اللي عندهم بلد تايب او هاف بيتر performance than people without blood type O. هذا final conclusion. بس مثل ما قلت لكم أحسن بشو على فرض إنه كل شيء هن عملوه صح وهن صادقين بكل شيء سووه أحسن بصفر فاصلة صفر صفر سبعة يا عبادة ثواني في الركض أو الله أعلم دقائق ولا هي المشكلة كمان إنه مش واضح الإشي هو ممكن يكون يطلع منيح بس إنه مثلاً هو مش واضح الإشي لأنه هو بإيش بدهم يضرب لا هو ما في أي شيء واضح هلا نوت تانية هاي الفقر اللي حاطينه غلط ما فيني أشرحكم ليش لأنه ما بتعرفوا الريجريشن بس هي غلط معناها يعني هنا مش الكود ليش بتكون دائما من between 0 to 1 ولا لا إيه الشغل إيه طيب هسا مثلاً هسا هم طلعت معهم بأولى 0.028 يا عبادة يا عبادة ما هذا اللي حكينا بأول هاي مو correlation أصلا هاي coefficient هنا حاطين غلط صح. بالregression مو قلت لك هون المفروض أنت بتضرب الرقم يعني ما في correlation غير فهي هي هي الفكرة هون حاطين شغلة غلط وهي يعني أرقام هي does not explain اللي عم يحكوا وحتى لو كان كلامهم صح أنت عم تحكي عن فرق ثواني معدودة فكيف بالأخير بتعمل لي هالاستنتاج العظيم؟ لو أنا قلت لك سوريين شعر أقصر بملي حتقل لي كلامك يعني دراستك أو استنتاجك لا يفيدني بأي شيء وغير منطقي أو يعني لا يبرر وبتقل لي يا أخي بركي واحد شعره كان سميك وحسب أنه طول شعره الاثنين بيطولوا شعره والسوريين بيحلقوا على الواحد المهم فالفكرة أنه medically يعني so far هل تعتقد انه الناس المؤلفين هدول برروا او هاف يعني brought good evidence to support انه type O gives you better sport performance لا ما اعطوا هذا بس هم الدكتور بس هم درسوا 3 variables ما درسوش اكثر من 3 variables انت كمؤلف عن جد عم تدافع عن paper بقوه هلا هن درسوا ال variables هدول الثلاثه ايه طيب شو المشكله تذكرت شغله يعني هسه ايه قول لانه مثلا بتكون يعني هسه مثلا انا ماخذ ايج البادي ماس اندكس والويكلي تريننج ودوس تاثيرهم بس على الرننج بيرفورمانس طب ممكن يكون في عندي ماني كاركتيرز ثانيه ممكن تكون لها علاقه بالموضوع صح فهذا يعني بالضبط هي اذر ليميتيشن هي اوبزرفيشنال ستدي هلا على فكره اصلا
اصلا ما فيك تعمل اذا بدك تحكي لي عن الراندومايزيشن يعني لحتى تو انفر كوزاليتي. ما فينا نساوي راندومايزيشن هون. ليش؟ لانه ما فيك تغير البلد تايب تبع الناس. يس بس انه مش شرط انه مثلا تكون راندومايزيشن حتى لو كانت كوهورت. يعني مثلا هسه الناس اللي بيشربوا مثلا انا هسه ممكن اطلع علاقه والله اللي بيشرب قهوه عنده لان كانسر بس مش نشوف القهوه بيعمل لان كانسر، هو التدخين اللي بيعمل لان كانسر. نحن بدنا على كل حال بدنا نحاول نختصر، خلص بدنا نخلص الحكي على البيبر هي. بس احكي نقطه اخيره بالريجريشن، كل ما زاد عدد الفاريبلز اللي عم تفوتها بالريجريشن هذا على الاقل لكل فاريبل، هي رول اوف ثمب بذكرها هيك على السريع، لكل variable لازم يكون في 10 cases يعني 10 columns بالداتا كولكشن. يعني مثلا بدك تساوي regression فقط للايج لازم يكون عندك على الاقل، طبعا لازم تبلش من 20 بني ادم هيك regression. بدك بعدين مثلا تضيف variable جديد مثلا البي ام اي بدك تدخل 10 ناس جداد، وبدك تدخل الاي بي او لازم شو تفوت كمان 10 لكل جروب، فالاو لازم يكون فيهم 10 والنون او لازم يكونوا 10. فبتصفي هلا انت يعني ال 52 على الحافه بالضبط، يعني not enough barely enough. المهم فهي كل الليميتيشنز تبع الاستدي. رقم واحد العبد الفقير هذا كله، هي بيبر امتى قريته؟ قبل سنتين يمكن. هذا موقع ريسيرش جيت، انا بنصح الجميع يروح عليه ويشوفه ويعمل عليه اكاونت. طبعا دائما لو اهتموا اي اكاونتات، ونفس الشيء انا حكيت لكم المره الماضيه عن اورك اي دي، اكتبوا نفس اسمكم اللي بدكم اياه ان شاء الله تستعملوه لما تنشروا. فانا طول عمري كنت اكتب بلال الدروبي بالاي، مشان هيك انا ايميلي بلال بي اي، لانه هذا ساويته من لما كنت يمكن صف 8 ولا 9 ولا 7. فالمهم ما تغلطوا، اكتبوا كل شيء نفس اسمكم بالجواز السفر وهيك، يعني مشان لما تنشروا بيبرز وهيك يعني خلص يعني تصير حالكم بروفيشنال، مو كل مره تكتب اسمك شكل ال مثلا بدك تحفظ ال مع سبيس ولا بدون سبيس، يعني دائما وحده هالشغلات. المهم نجي لل في هون كويستشنز بالريسيرش جيت، فيك تنزل اسئله وشوف دكاتره تانين يجاوبوك. فانا عندي اكتيفيتي سكورز ولا وين راحت؟ كويستشنز يو اسكت. فانا هاي البيبر سالت عنها قبل سنتين تقريبا، يلا ماي 2021 والله قبل سنه. فنزلت سؤال هاو كود ريسيرش بيبر بي ذس باد، حطيت السيتيشن وحطيت البيبر وحكيت الميجر كريتيسيزمز انه سمول سامبل ريجريشن معمول على كذا، من نفس اللي حكيته حكيت لنا اياه ونفس اللي حكينا اليوم، وانه حكوا انه 62 of the variance was explained مع انه الكوفيشنتس كلياتهم كانوا صغار و3 variables. المهم الناس ردوا علي عفق حوالي هيك 20 جواب، كتير ناس ردوا بكتير شغلات ووافقوني في بعض النقاط خالفوني في بعضها، ولكن انتقدوا شغلات تانية. يعني هذا مثلا البني آدم قال لي 52 بعتبره بالنسبة إلي مقبول أو لا بأس به، ولكن انتقد قصة الفجر قال لي مخبصين بشغلة 1 2 3. المهم ما حدا نطول هل عليهم، ولكن في واحد ذكر لي شغلة كتير حلوة للي حضر معنا البارحة. yes. وينا في واحد مشكورا من هون، أنا تعلمت درس مهم جدا من دروس حياتي. إيه وين راح؟ أيوة أظني هاي. معقول مسح الجواب تبعه؟ المهم جاوبني قال لي شو؟ قال لي افتح البيلز ليست. فتحنا البارحة بتاعت الببلشر اللي شو اسمه؟ لا هذا كله قبل ما اكتشف انا البيلز ليست. فشو اسم الجورنال هذا؟ Annals of Translational Medicine صح؟ يس. يلي ما حضر معنا البارحة يعني مشكل يشوف ايش اسمه التسجيل وبعدين حيفهم القصة كلها، فمو موجودة. بدك تحط الببلشر ولا لا؟ ايه مين الببلشر؟ مش عارفة شو اسمه كان الببلشر. نفتح وينه؟
أنا حتى ما عرفتش اللي يتبين معي الأرتكل من هو البابليشر. ليكا atmamegroups.com هذا الموقع كله. ATM ليكو. طيب فأنا ATM هو اختصار اسم الجورنال، ولكن شو اسم شو الببليشر؟ وين الببليشر؟ ATM ليكو هي about international journal providing كذا 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 monthly owned والله هلا اقعد publication of STM endorsed by كذا. المشكلة هلا ما بدي كمان اقعد ضيع وقتكم. المهم اسمه اسم الببليشر انا بعرفه AME من الاخر AME. هلا فيكم دوراي هالحالة فعليكم AME publishing company من نيو ويب سايت، عملوا ويب سايت جديدة كمان عشان يتهربوا، فانا بغيروا عشان اللي حافظين الويب سايت قديمة ينسون. فهي نفسه الببليشنج كومباني، فهدول الجورنالات تبعهم. سيرش فور جورنال ترانسليشنال فهي هي الـ 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 على كل حال الاي ام اي جروب، وطلعت كمان موجود على البيلز ليست وهلوم مجرا يعني. فطلعت من الاخر موجوده مره ثانيه ببريدتري جورنال. انا لما قريت البيبر ما كنت بعرف انه ببريدتري جورنال، ولكن لقيت فيها كل العيوب هي يلي اي انسان بيعرف شيء بالطب وبالستاتستكس بيتنبه له. هلا الدرس مرة تانية، الدروس يعني في دروس متكررة موجودة بالريكورد ما حنعيدها. الدرس هالمرة يا مريم انه هلا بدك تخالفيني خالفيني انت حرة، ولكن شو الدرس هون يا عبادة فيك تقولوا عني؟ اعتقد في مربط، في مربط فرس يعني، وين الاخطاء اللي لقيناها كانت وين بأي مجال؟ فشو الدرس المنطقي؟ لازم ندرس أكثر statistics. بالضبط. The final conclusion إنه you cannot really. ما فهمتش عليك الليست. مع إنه على فكرة في كثير من اللي بنشروا أبحاث يعني بعطوا statistics تاعتهم لناس تانيين وبيسلموها، بس بحس. حلو. بس عبادة. شكراً أسيل. هأحكي عن هي الشغلة. بس عبادة شو كان بده يقول؟ قلت لك ما فهمت عليك فكرة الليست اللي حكيتها. اكيد ما حتفهم علي، لانه انت يعني ما حتفهم الكريتيسيزم اللي قلتها اذا انت مو دارس الموضوع. انا ما هلا اقعد اشرح التست من هذا الموضوع من درس على ايام يا عباده. لا مش التست، الليست. الليست هاي بتاعت البيلز ليست. البيلز ليست. ما انت مو حاضر معنا البارحه، احضر. انا حضرت بس كنت مريض ما ركزتش منيح. طيب احضر وركز منيح يعني. لا في مشكله. ف ما حكينا عنه بثلاث شغلات هاي. فالبارحة عملنا نفس الشيء، عملنا ثلاث شغلات. إذا فيك حق البارحة كانت سيشن صراحة طويلة ساعتين وثلث، فكانت ثلاث مقاطع نقرأ البيبر وننتقده. عملنا هذا الشيء اليوم ولقينا فيه ميجر فلوز خصوصا بالستاتستكس. السكند إنه بنشوف الابستراكتينج البيبر هي هديك ما كانت موجودة بأي ريبيوتابل يعني ابستراكت، ولا واحدة من الثلاثة طب ميدوسكوبس ودواج ومذكورة بالبيلز. ثالثا تتبعنا السايترز تبعي اللي سووا له سايت ولقيناهم كلياتهم رونج فولس سايتيشنز وفيك سايتيشنز. حلو. هلا واجبكم البارحه حكينا عن شغله مشابهه، قلت لكم تعلموا مشان تقدروا تسووا نفس الشيء. اليوم سووا البيبر هي، هذا عنوانه whatever يعني شوفوها influence of ABO blood types on sports performance. سووا whatever سكرين شوتس هذا وساوي نفس اللي سوينا البارحة وشوفوا السيتيشنز تبعه، وحتلاقوا الهبل نفسه متكرر. بس لا حقيقة هدول ما لقيت انهم يسوي سايت لحالهم من جورنال مشابه، بس كل اللي يسوونهم سيتيشن كانوا في بيبر واحدة ما له علاقة. في بيبر مساوين سايت ومو مذكورة أصلا بالعبارات بالسنتنسز، وفي ناس تانية معتمدين عليهم ومو ملاحظين الفرق. بيقول لك أو أحسن من غيرهم ومو حاكين على كمية الفرق والحجم. دكتور عايز أسألك سؤال. طلع كله حكي فاضي. نعم. لو هسه كان الستاتستكس از ترو اللوجيك، لو كانت الستاتستكس ار ترو بنحطها فوق راسنا عم نطقطقه. بس 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 لو كان اللوجيك لو كان اللوجيك غلط. اي لوجيك غلط؟ شو يعني اللوجيك؟ يعني لو كان يعني مثلا يعني زي يعني هسه هاي الدراسه ممكن تكون ستاتستيكلي كلها صح، بس انا باي لوجيك بتكون غلط لوجيكلي.
لانه الاي بي او ما له علاقه يعني حسب علم. لا مش هيك. ممكن انه مثلا لو تيجي تستفسر يعني مثلا لما انا اخذ مثلا عدد البيشنس الديزاين قصدك انه في كونفاوندر يس كونفاوندر بالضبط. في عده شغلات انه هل في اذر كونفاوندرز نحن ما قسناهم احسن والستاتستكس ار ذا از ذا اناليسيس كوريكت ولا انكوريكت. هلا الاستدي هاي الميجر ليميتيشن صراحه من ناحيه الستاتستكس. انا بالنسبه لي مو او ما يعني الكونفاوندرز او الديزاين يعني المزعوم على الاقل لا باس به لانه كونفاوندرز قلال يعني. بس على كل حال بس هم مش حاطين كونفاوندرز بس هم جايبين ثلاثه يعني في بياس واضح. فالفكره انه الستدي از اكستريم ليميتد. فهلا شوفوا قصه الاندكسينج, شوفوا ودوروا عليها بالاندكسينج دايركتوريز, دوروا بيلز ليست اوريدي ورجيتكم وشوفوا سيتيشن 7 حتلاقوا المسخره. والله دكتور ممكن اسال سؤال سريع؟ نعم. بس اذا انه كان يعني اذا جبت مجموعه من الناس وكنت بدي ادرس اكثر من كو فاكتور مع بعض, يعني مثلا زي هون درسنا الويكلي تريننج مع الاي بي او مع الى اخره, كان في عندي شخص عنده اثنين من هاي الكو فاكتور وجاب مثلا إشي عالي لأي واحد بعطي, يعني مثلا عنده او جروب وويكلي تريننج كثير وجاب من ال هاي شغلة الريجريشن صديقي. الريجريشن هو بيساوي ريجريشن مثل ما قلت لكم. شوفوا يا جماعة انا I am 100% sure you are extremely confused. الريجريشن you need to study it in your own او لا مو الريجريشن, نرجع للدرس كنا بنحكي لسارة بدكم هذا اللي حكيته أسيل انه انا بعرف كتير ريسيرشرز او مو كتير غالبية بينشروا بس ما بيعطوا الاناليسس لغيرهم. يا أسيل هدول يلي ألفوا يلي اشتغلوا وساووا وعطوا لغيرهم, بس انت هلأ جاية تكتبي بيبر تقرأي ريسيرش غيرك هل حتفهميه؟ جواب لا. فهذا الجواب بالعكس لازم كثير نقوي حالنا يعني حتى بالضبط يس. فحقيقة هاي حتى تسلموا لحدا وما يس يعني تسلموا لحدا ممكن حتى يكون الانتربريتيشن خطأ يعني انه ما يكونش فاهم انت شو عم تعمل او مش فاهم هي الستاتستكس ليست يعني احسن هذا اللي بدنا نحكي اليوم. الستاتستكس صراحة ممكن غير يقول عني متطرف حر, بس it is a must for every single researcher to have a minimum level of knowledge in statistics. لازم يكون على الاقل عنده معرفة كتاب أبو 200-300 صفحة بالستاتستكس to call him يعني to be a researcher. ليش؟ ما بدك تساوي study جمعي داتا تخلي غيرك تساوي analysis, أنت حرة. بس بيضل عندك two other problems. المشكلة الأولى you will not really be able to do proper research planning and proper design of research لأنه أنت بدك تجمعي الداتا. طب إذا أنت مو فهمانة المبادئ الستاتستكس ممكن تجمعي داتا خطأ أو تعملي design لستدي خطأ. ونحن حكينا عن الشغلة هي مرات مكررة لما ضربنا مثال عبادة قلنا اليوم قلنا مرة قبل الماضية بالأندوسكوبي. فهي واحد الشغلة الثانية أوكي غيرك ساوي أناليسس, بس أنت إجيتي تقرأي ريسيرش غيرك مشان تساوي له سايتيشن أو هذا تعال افهم. ما حافهم. طب هاخد الكونكلوجن اللي هنا نحكوه. طب بركي كان الكونكلوجن does not follow from the يعني فما ممكن إنسان يحط مقدمات صحيحة واستنتاج خطأ او مقدمات خطا واستنتاجات صحيحه او الاثنين يكونوا خطا. انت حتى هتمقع الكلام اللي حكوه انه الناس اللي عندهم او احسن من غيرهم. طب شو ليك الستاتستكس فوق المفروض تفهميها فتفهمي الادله اللي استعملوها الى حد ما. فهيك ممكن الانسان ينضحك عليه وهذا اللي حتشوفوه. هذا في نحن احسننا الظن كمان باللي يساوي سايت للبيبر. هي روحوا شوفوا اللي يساوي سايت للبيبر هي راح تشوفوا مسوين لنا سايت ومبسوطين وماشيين. طبعا It's very suspicious يعني. وغير انه البيبر هي شغلة ما ذكرتها, البيبر هي انا تواصلت مع المؤلف تبعه وطنشني قلت له الحكي كله اللي قلت لكم اياه طنشني تاع المرة الماضية ولا تاع هاي كمان؟ لا تبع الاثنين ما قلت لكم انا ايه مرة ماضية صح المرة الماضية ايه لكو العبد الفقير لكو ايميلاته سنت وليد محمد القضاء أمل جي أم سي وين راحت؟ شهر 12 وليد باقي دقيقتين ويسكر علينا دقيقة. فليكو هذا جوزيبي ولا ما بعرف شو. طبعا الشغلة extremely suspicious بالبيبر انه في 20 مؤلف يعني هي الحالة شغلة عجيبة قصص كتير في كتير انتقادات تانية. المهم قلت له أنا أفكر أنا أسام مؤدب قلت له هلا دكتور لبي allow me to introduce myself أنا بلال الدروبي أنا intern physician at KH. هذا أنا قلت لحالي شو اتواصل معه قبل ما احكي عليه يعني لا لكم لما كنت عم خطط للكورس.
قلت له I've read your paper and I found it really interesting. ما قلت له amazing, ما قلت له I found it nice. قلت له interesting يعني أثارت اهتمامي, بس ما قلت له بأي اتجاه سلبي ولا إيجابي. المهم أنه ABO could be related to performance. To be honest, I have some concerns. Maybe you can clarify them. واحد, اثنين, ثلاثة, أربعة. ليش عملت كل جروب مع بعض؟ ليش الكوريليشن موجودة بدال البيتا كوفيشنتس؟ ليش الكوفيشنتس كتير صغار؟ لأنه there is no way أنه هدول الكوفيشنتس يعطوك النتيجة تبع 62. وكان you allow me to access the data, perhaps these concerns can be answered. If so, ما رد عليه. حيسكر هلا علينا. نفتح السيشن هي آخر مرة إن شاء الله, وبتكون هي الأخيرة. نحاول يعني بس نحكي عن بيبر واحدة على السريع. يلا هسه ثانية. فاللي كان بدي أقوله إنه لازم تتعلم minimum level of research of statistics مشان to be عن جد a reliable scientist. هلا anyone can publish anything without knowing statistics, بس to be really a good researcher, to really be able to read research, criticize research, and be reliable in interpreting the work of other people. لأنه غيرك ممكن يضحك عليك أو هو يغلط. طبعا هذا أحسن ظن كمان أنه هو غلط. ممكن غيرك يغلط وبتصير كتير, trust me. وبتنشر وغيرك ما بيلقطه لعدة أسباب. إما لأنه الجورنال مسخرة وأنت ما بتعرف, لأنه أنت حملته وقريته وأنت ما بتعرف. ممكن بكرة بالسيمينار حدا يقدم قدامك سيمينار أو يستشهد ببيبر وأنت ما بتعرف شو اسمه تنتقده أو يعني. وحتى لو بجورنال محترم انت وحظك بالريفيورز, ممكن الريفيور مره يغفل عنه وتنشر من دون ما تتصحح. فيو شود بي ايبل تو اندرستاند بيسك ليفل اوف ستاتستكس. يعني تمضي لك شنين ثلاثه تدرس لك اربع يعني ساعتين ساعه ساعتين كل يوم ثلاثة اشهر ان شاء الله بتكون حصلت علم منيح. طبعا غير الشغلات من درس الجامعه هي حطها جنب. وانا يعني اعطيتكم جايد نزلت لكم اياه هذيك المره على الفيسبوك هذيك التسعه, هذا حطيت لكم بلاي ليست, حطيت لكم Medical Statistics at a Glance وكورس F. Perry Wilson وكتاب Medical Statistics at a Glance. هذا كتاب 180 صفحة. هذا I think this is يعني a very good place. لا, مو basic, بس basic و medium level. If you read it and understand it, فيه شوية شغلات صغيرة, فيه شوية شغلات advanced, صفحات معدودة, بس إذا فهمت 90% منه خلص يعني ما أظن حدا بيسألك تدرس أكثر من هيك. فيعني يلي بده يصبر هي يعني الشغلات يعني ما تقلي والله اخذت كتاب وما بدي تكون باحث. يعني هي الشغلات بدها تبذل جهد, مو القصه بس انه والله واحد ينشر وهو عم يعني ينشر شغلات غلط. ف ستيكولار تورشن تبع عربي ما اسمح لي عربي ما راح احكي معك كتير لانه مشان نمشي بسرعه. الاستدي هي جمعت سامبل بدها تحكي عن التستيكولار تورشن. طيب هون عربي عم بيقول انه هي ريتروسبكتيف كوهورت وانكلوجن كرايتيريا مرتبه. هي شو اللي عملوه؟ حط اعمل شين سكرين. جميل منيح. فعربي هون عم بيقول او لا, هي الاستدي تبعه. الاستدي شو عملت؟ بدي ناقشك بكل نقطه حكيتها على السريع. وين الجدول تبعك؟ قلت لي انت ولا غيرك ريتروسبكتيف كوهورت. فهي الاستدي, خليني اقول لك شو اللي عملوه. هنا جابوا 84 بني ادم عملوا عمليه للتستيكولار تورشن, كانوا يعني صار معهم تستيكولار تورشن. تمام صح؟ يعني اذا انا غلطان اللي صح, 84 بني ادم فاتوا العمليات عشان تستيكولار تورشن صح؟ يس. وهن من السامبل هذا اخذوا تسعة كان عندهم ابدومينال بين من دون تستيكولار بين. يعني هنا الأولاد هدول التسعة من أصل 84 كان عندهم وجع ببطن وإجوا على الطوارئ, شاكين من وجع البطن وما كان في وجع في الخصيتين صح؟ ليكو ولات إنشل. أوكي يعني هي كان ممكن تغيرت بعدين. فشكله عنده النت بطيء للعربي فبيتأخر بالرد. المهم فبالأخير هنا بالستدي هي جابوا أو حكوا بالتفصيل عن حكوا شوي عن الأربعة 84 بني آدم هدول. يعني 84 اللي صار معهم التواء بالخصية. مش معنى دكتور عربي, مش معنى. فال 84 هدول حكوا عنهم شوي بالجدول هذا, حكوا عن الساينز والسيمتمز تبعهم,
وبعدين حكوا عن التسعة بالتفصيل، عملوا جداول للتسعة كل واحد وشو كان السيمتومز تبعه بالتفصيل. فهي هل برأيك هي كوهورت وين الكومباريزن جروب يا عربي؟ مش موجود. عربي مش موجود. معناته؟ دكتور معناته معناته هي بنسميها كيس سيريز. دكتور سمعنا؟ سامعكم. صح ولا لا؟ بس بنقول لك انه عربي مش موجود. ان شاء الله اضطريت اروح بعد اخر سيشن. ماشي. ف مين اللي عم يحكي مو موجود؟ قدومي انا فكرك عربي. الاصوات ما عم بقدر اميزها. لا ما بقول لك، ما كنت اقول لك انه عربي مش موجود. ايه 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 انا فكرت عم تحكي انه الكومباريزن جروب مو موجود. كده احنا كل واحد بوالده. لا لا مش طيب. بس هسهم انت دكتور حكيت انه 84 دخل عمليات صح؟ ايه فهنا 84 هو معناته انت مش رايكم على استدي انتم مو قارينا. ف 84 واحد فاتوا على العمليات مشان التواء الخصيه، وتسعه منهم كان عندهم وجع بطن من دون وجع خصيه. هي شغله غريبه، المفروض الخصيه اللي فيها الوجع. يس. فبالاخير هي الاستدي عم تشرح بالتفصيل عن هدول التسعه. فهي حقيقه كيس سيريز، ليس مثل ما ظن عربي انه هي كيس ريبورت كوهورت، لانه ما في كومباريزن جروب. ما كانوا عم يقارنوا مثلا بين اللي يعني لو قارنوا بين جروبس معينه، قالوا كل حدا مثلا فات على الطوارئ وجع بطن التواء خصيه او مو التواء خصيه، ما سميها تو كوهورت. بس هون هن شو يعني الدات يعني شو الكوهورت؟ هلا ممكن شوفوا مشان توضح صوره، ممكن داخل الكيس سيريز اللي هي التشارت ريفيو اسم تاني، ممكن جوات تقارنوا بين جروبات معينه، بس مو هذا التعريف او مو هذا الاسلوب اللي بنعرف فيه. بنعرف فيه بناء على كيف انت جمعت السامبل تبعك، كيف قررت مين تدخل بالستدي. فهمتوا شلون؟ فهون هن قرروا كيف مين يدخلوا بالستدي من خلال انه فتحوا ملفات المستشفى السابقه. عم بيقول لك هون كيس ريكوردز اوف ذا 84 تشيلدرن وان اوبريتد للتورشن، يعني كل حدا دوروا على الريكوردز، كل حدا عمل له عمليه التواء خصيه طلعوه وبس. ما قارنوهم بناس ما عندهم التواء خصيه، او ما قارنوهم بناس عندهم مرض ثاني لحتى يصير اسمه كوهورت. فما كان في هذا الفاريبل اوف اكسبوجر انه موجود وغير موجود لحتى نسميه كوهورت. لو قالوا مثلا انه وي كونسيدرد 84 كيسز اوف بيشنتس سسبكتد اوف تورشن، وبعدين فرقنا قسمناهم قسمين بناء على اللي كونفيرمد ونوت كونفيرمد تورشن، ساعتها بصير اسمه كوهورت. ماشي. فالخلاصه الاستدي هي ما احكي فيها ابدا مطوله، بس التواء الخصيه ليش ما نحكي عنها كروس سكشنال زي هيك ولا لا ما بنعتبرها كروس سكشنال؟ انت عم تحكي كولكتينج وان داتا بوينت ان تايم، انك رحت سالت ناس اسئله، رحت سالت ناس اسئله او عملت امتحان، او رحت مثلا على 100 واحد بالشارع وشفت مثلا شو هل عندهم كوفيد ولا ما عندهم كوفيد، عملت له 100 واحد بالشارع عملت لهم عملت لهم سحبه. هم قسموهم دكتور؟ حلو قسموهم، بس مثل ما قلت لك الكوهورت تقسم، يعني بنسميها كوهورت بناء على انه الانكلوجن واز بيكوز اوف ا فاريبل اوف ا بريزنس اند ابسنس اوف ا فاريبل. مفهوم؟ يعني لو قلت لك انا فتحت ملفات المستشفى كلياتهم وجمعت الناس يلي كان عندهم وجع بالبطن مثلا، وبعدين شفنا بعدين فصلناهم يلي عنده التواء خصيه بمجموعه واللي وجع بطن لأي سبب تاني سوينا مجموعة ببداية الاستدي، يعني الكرايتيريا اوف انكلوجن. أما لو والله جمعت لي قلت لي لا أنا فتحت ملفات المستشفى كل حدا عنده التواء خصية دخلته، هذول طلعوا 84 بني آدم، بعدين قارنت بين اللي عنده وجع بطن واللي ما عنده وجع بطن واللي عنده وجع خصية لحاله ومن دون وجع خصية والكبير بالعمر والصغير بالعمر، قارنت. أنت عم تسوي سب جروب أناليسس بعد ما بلشت الاستدي. الكوهورت بتبلش الاستدي وانت اوريدي مقرر السب جروبس، بتبلش الاستدي بتقول جروب هاي فهمت الفرق. يعني ان شاء الله يعني احنا صراحه امثله كررناها كثير. معك دكتور. المهم الاستدي هاي ما حاحكي عن الكونكلوجن، استدي رائعه ما حانتقد صراحه فيها شيء، بس بدي اعطيكم منه دروس للي منكم ان شاء الله بكره حياخذ جراحه. الدرس الاول انه
هي مثل عندنا chart review case series، انه ممكن انسان تلتوي خصيته ويصير عنده وجع بطن. هلا هي الاساس انه الخصية هي يصير فيها الوجع، اوكي، والمنطقة هذيك يصير فيها الوجع، ولكن in a minority of cases around 10%، لانه هون عم بيقول لك 9 من اصل 82 تقريبا 10%، around 10% of cases بيجي لك بابدومينال بين من دون سكروتال بين. وانا شفت كيس هيك على فكرة، او كيس مشابهة بالطوارئ، وعملت عنا فيديو على اليوتيوب، روحوا شوفوه، عنوان الفيديو premature closure in medicine. المهم فهي شغلة، هذا من اهم الدروس. فهي يعني شغلة من الستدي، انه هلا كيف فينا to infer causation اللي سألوا مرة عبادة. بنضل نرجع لهذا السؤال المهم جدا، من الأساليب الأجوبة هي حسب نوع الستدي وحسب نوع. يعني أنا هلأ مثلا بسألك، هل ممكن حدا يصير عنده التواء خصية أو عبادة من دون ما توجعه؟ بتقلي ما بعرف. حلو؟ yes. أنت ما بتعرف، فلتقلي ما بعرف. بقول لك أنا جراح، وأنا إجاني البارحة ولد كان عنده وجع بطن، عملنا له سي تي سكان وما كان في عنده شغلة غلط ببطنه، الزايدة كانت عادية، البنكرياس عادية، ما بلا بلا بلا. وبعدين عملنا له فحص خصيتين، طلعت واحدة منفوخة، رحنا على العملية، فتحنا كذا، طلع فيها التواء، عالجنا، زبطنا، طلع، تحسنت أموره. yes. شايف أسلوب الاستدلال حسب نوع الدراسة وحسب نوع السؤال you can infer، أو على الأقل مو شرط infer يعني with 100% certainty، بس على الأقل شو probable أو يعني likely causality، يعني في تستنتج بظن، بقوة الظن معينة، تقول لي على الأغلب هيك. فحسب نوع الستدي، حسب نوع السؤال، فينا نستنتج أنه هذا كان سبب ولا لا، حتى لو استدي كيس ريبورت واحدة. فأنا بحالتي ممكن أقول لك كيس ريبورت لكو، هي حقيقة كيس سيريز لتسع مرضى، ولكن أنا أثبتت من خلال تسع مرضى أنا شفتهم، أو المستشفى هي شافتهم، فأثبتوا أنه تسع مرضى أثبت أنه كان عندهم وجع بطن من دون مشكلة في البطن، ولكن كانت المشكلة yes. الخصية. لذلك فينا نستنتج بالضبط. ف we can conclude إنه testicular pain can cause abdominal pain without testicular pain، يعني by radiation، يلي منكم دارس الراديشن. الشغلة yeah. الشغلة كلها يا تكون دارسينا بتورتورا وبسنل وبمور، شفتوا قصة الراديشن وال yes. والديسك بس الراديشن لفوق، والرينال كولك لتحت، والبنكرياس لورا. بس ما حدا بيحكي عن testicular pain. It's un... يعني مو ما على popularity. في شغلات هيك، في شيء اسمه شعبية، ويعني في شغلات، ففي شغلات ما بتنشر كتير خصوصا بالكتب، أو قليل ينحكى عنها بالتدريس، منها testicular pain مع أنه it's established. يعني وهي موجودة بمكلاود، اللي منكم درس سنة رابعة. الغريب أنه بمكلاود بصفحة 96، أنا لأني درست بسنة رابعة، درست طلاب سنة رابعة الكورس هداك، وحكيت لهم عن القصة هي أكثر من مرة، فحفظت الصفحة حتى، بس يكون الإصدار هو الـ14 لحتى ما حدا يجي اللي يكون غلط. المهم هو آخر إصدار، شو كان آخر إصدار، 13 ولا 14 اللي كان على وقتي. المهم فمذكور بالتكست إنه testicular pain can cause abdominal pain أو lower abdominal pain، بس مو حاطينه بالصورة، في صورة محطوط فيها كل الراديشنز ومحطوطة بالألوان، تتذكر الكودينج. فالتستيكولر مو حاطينه بالصورة مع إنه حاطينه بالتكست. المهم فهي من أهم اللسنز، إنه شو الخلاصة؟ أنت هلأ كدكتور شو بدك تعمل يا عبادة؟ لو بيجيك ولد with lower abdominal pain you should do genital examination. هاي خلاصة. yes. This is a, يعني a nice conclusion from this study. في other يعني nice findings. هون بيعطيك، شوف هذا جدول صراحة حلو، إنه لل 84 مريض اللي كان عنده testicular pain، شوف شلون هي حقيقة جدول مهم. هو هلأ مثلا أنت ما تقرأ الكتاب، حتى الأمراض الثانية طبقوا هذا الشيء على باقي الأمراض، بيقول لك والله الزايدة الأبندساتس بتيجي مثلا بأبدومينال بين، حرارة، رايت لور كوادرنت بين، وريباوند تندرنس، وهكذا. بس ما بيقول لك مو شرط كل المرضى يكون عنده كل واحدة من هدول، فمان علي. فهي الشغلات ما بتنحكى بالكتب. ليش نحن بنحكي في مستويات للعلم للطب؟ مستوى medical student هو أقل مستوى، research is much higher and more advanced and more detailed. أنت ممكن تكتب يعني الـ appendicitis بكتابكم، بكتاب الباثولوجي، ما بتكون نص صفحة، ربع صفحة. بتيجي على الريسيرش بتلاقي 10 صفحات كمية عن شغلة واحدة. فالمهم هون بيحكي لك مثلا symptoms شو الموست كومن والليست كومن باي percentage. بيقول لك البين أو التندرنس على الابدومن 86% من المرضى عندهم بالتورشن.
سكروتال إديما انتفاخ 81%، هارد 40%، أبدومينال بين 20%، حرارة 5%، وهكذا. هاي الشغلات كتير مهمة. ليش؟ أنت كدكتور هلأ إذا بدك to rule out the diagnosis شو بدك تستعمل؟ The most common symptoms, more rare symptoms. يعني مو مثلا تقلي مو تقلي والله هذا ما عنده حرارة معناته مو testicular torsion، ما هو فقط 5% من اللي عندهم testicular torsion بيكون عندهم pain. بينما إيه بينما لو بتقلي ما عنده pain بالarea هاي، يعني سويت له genital examination بيقول لك ما بيوجعني وما في عنده انتفاخ، شوف شلون، يعني يعني لا عنده pain ولا عنده redness ولا عنده إديمة، هي كلها common symptoms. فإذا أغلب common symptoms أو كلها مو موجودة بتطمن. انتهينا من البيبر، خليني أسكره مع أنه ممكن في ممكن سؤال عنها؟ نعم، بس تجي على البيبر بصير ولا خلاص؟ احكي شو في جدول فيها جدول جاي لحظة. إذا فيش وقت خلاص مش مشكلة. أنا مسحتها ولا شو صارت؟ كانت موجودة كانت. لأنك عملت X exit بعرف، بس لا كانت موجودة هون بتذكر. paper assignments prediction revision Wardenberg done torsion my copy. نعم شو الجدول؟ أي جدول؟ في جدول المفروض في جدول العريض. إيه مش تاع السيبتوم. أيوة هذا الجدول حاطين التسع مرضى، وهي مشكله تانية. ليش لازم انت تفحص الخصيتين اذا في ولد طفل صغير عنده لور ابدومينال بين؟ لانه ممكن يكون التواء خصيه، اذا ما فحصته يو انكريز ذا تشانس انه الخصيه راح تموت وراح يصير لها اوركيكتومي، يعني اللي هي القطع اوركيكتومي. فهذا الدرس خلاصه الجدول هذا، انه طبعا كثير من الدكاتره في شيء بيسموه الفيرست والسكند اكزامينيشن. شو يعني؟ يعني الطفل هذا اجى على الطوارئ بيشكي وجع بطن، حلو، شافه دكتور ليكو مثلا بالحاله هي ليكو هذا جي بي شافه he did not recognize his symptoms and did not recognize his testicular torsion. راح شو بيساوي؟ استشاره، بيفتح التليفون يعطيك العافيه بدي نادي الجراحه مثلا او جراحه الاطفال او جراحه المسالك او عاده جراحه العامه، بيقول له يلا جاي لك بس خلص شغلي بيجي لك حسب طبعا شو حده الحاله، بيعطيها اولويه يخلص شغله ولا شوفوا المستشفى اللي دام سيارة بيعرف في أولويات الناس مشغولة. المهم حسب فضاوته بيجي بعد نص ساعة بعد ساعة بعد ساعتين، فبيجي بعدين شو السكند اكزامينيشن اللي هو شو عادة الأخصائي، أخصائي لكم بالحالة هي مثلا بيدياتريك سيرجن إجا، فبيجي وبيساوي السكند اكزامينيشن. فالدكتور الأول اللي هو الجي بي وينه ما شاف ما عرف إنه هذا تستيكولار تورشن ولا عمل جينيتال اكزامينيشن، فحص البطن وبس. نادى الأخصائي اللي هو أخصائي الأطفال، الأخصائي الأطفال ساوى له جينيتال إكزامينيشن ليكو مكتوب، ولقى إنه في تستيكولار جانجرين غرغرين، يعني خلاص يعني مات تشو، ولذلك عملوا له شو أوركيدكتومي. فهي الجدول هذا فيك يعني اللي بيحب يطلع عليه لحاله، بس خلاصة الاستدي هي أنا عم بقولكم خلاصته. رقم واحد ممكن الإنسان يكون عنده وجع خصيتين ويجي بوجع بطن وما يقول لك خصيتين بوجعوني، ونفس الشيء للإناث، يعني ممكن الناس الإناث يشوفوا مهمه يخليهم الشباب يموتوا. اعطيكم يعني نفس الكونكلوجن لكم او للفيميلز، يعني ممكن فيميل تجي على الطوارئ عند التواء بالاوفري وهي عم تشكي وجع بطن وتفكروا انتم زايده لانه الرايت اوفري هي صار لها تورشن، انت تفكر ابندسايتس. المهم فهي رقم واحد. فبغض النظر الجونادز كان كوز ابدومينال بين، in abdominal pain you should examine in a male you should. هي عنوان البيبر، عنوان البيبر do not forget to include testicular torsion in differential diagnosis of lower abdominal pain in young males. يعني عنوان رائع يلخص لك الاستدي من العنوان. ف you should always examine the genital area in lower abdominal pain و ايه يعني to act fast لانه التورشن يعني هذا خلال ساعات يعني بيكون الموضوع خلص. المهم فهي الاستدي خلصناها، بس في خلاص. والكوزاليتي مثل ما قلت لك هلا قضيه الكوزاليتي حسب نوع الشغله، حتى كيس ريبورت واحده يو كان انفر كوزاليتي منها للشغلات القويه الواضحه. اذا في يعني الكومون سنس كمان ما بتزك. دكتور محمد القضاه ما قدم لكم كيس الان جي تيوب؟ كان اياها تتذكر؟ يس. شو الخلاصه يعني انت هلا دكتور شفت الحاله هي وسمعت عنها، شو بتستنتج وشو بتغير بعلاجك لمرضاك؟
بس هو لما عملوا انجل تيوب راحت على البين ستيم صح؟ نعم. هسا شو بغي انا والله ممكن تصير مثلا ادخل موضوع الراديو فيها ابسط من هيك. هلا هي صراحه كانت على حد تاني وهذاك الحدا سحبه بروبلي اصلا مو معنا ما بعرف بس المهم يعني هالستدي هيك كيس ريبورت بسيط طب لخص لكم اياه بكلمتين ان خلينا تحت الجايدنس غير عم نحن نشوفه عم نمشي بسرعه لانه هي ستديز كمان ابسط واللسنز تبع اوضح خصوصا انها كيس ريبورت. هي حلاوه الكيس ريبورت. كيس ريبورت كان تيتش يو كويك لسنز سبيشالي لما يكون كيس عن جد مفيد. احيانا في كيس ريبورت مو كثير اقل فائده. هي كيس ريبورت واحد عمل عمليه بدماغه بالبيس اوف ذا سكال اعتقد من ما بعرف من وين بفوتوا من النيزوفارينكس ولا بغض النظر عملوا يعني كيف وين الاثمويد والسفينويد عمل سيرجري هناك عملت السيرجري وبعدين كانوا عم يركبوا له نيزو جاستريك تيوب اللي هو انبوب كيف الانبوب البلاستيك هيك عادي بفوتوه من الانف بينزل على المعده مشان يطعموه الاكل فيه لانه ما بيعرف يبلع منيح بيكون عنده ستروك وعنده كذا ما بيعرف بس يدخله من الماوس. استنى علي احسنت. فهي معتاده المستشفى حتشوفوا كثير ناس عنده ان جي تيوب. فهلا مشكله الماوس يا عباده بصير في جاج ريفلكس. فالمهم فهذا المسكين المريض عمل عمليه بالدماغ واموره ماشيه وبالغلط طلع التيوب بالليل سحبه هيك وتحرك ووقع فجابوا المقيم بالليل يبدل له اياه حط له واحد حط له اياه. اول ما حط له اياه انشل شلل رباعي. دكتور حماد يعني ما بيتذكر الكيس قدم لكم اياه بالمحاضره انشل شلل رباعي وبطل يقدر يتحرك صار عنده انستنت كوادرابليجيا. ليك هون حكى وين كانت replaced it without هذا وينه المهم هلا ما بدي ادور على كلمه انا عم لكم اللي حافظه. صار له شلل ومباشره ودوه على الراديولوجي سووا له سكان لقوا انه فايت على المخ من خلال المكان اللي عملوا له السيرجري لانه السكال بيس كانت ضعيفه فات من فوق الاثمويد مدري السفينويد وضرب على البرين ستيم وكمل لتحت على السباينال كورد وكمل لتحت. هو الدكتور مفكر عم يفوته على المعده طلع فايت على البطن على العمود الفقري وملاقينه هون جوا الفريمن هذول فيرتيبيلر الفيرتيبرال فريمن مو هيك وضارب كل السباين لذلك مشلول المسكين. فهذا اكستريملي امبورتنت كيس ريبورت يعني اولموست لا يصدق من كثر ما هو حدث مهول. فشو يعني شو اللسن ببساطه اللسن يعني there is a very important and simple lesson انه انسان عامل سكال بيس سيرجري you should avoid putting NG tube او اذا بدك تحط NG tube بدك تحطه ب radiologic tools في كيف الانتوبيشن حسب انتو اي سنه ما بعرف اذا بتعرف الشغلات هاي. الانسان بده يحطوا له انبوب تنفس ما بيحطوا له هيك انبوب بيحطوه بتمه وخلاص هو فايق بيخلوه ينام وبيكون مخدر او غالبا هو اصلا بيكون مو واعي وبيستعملوا كاميرا مشان هو يوجهوا الانبوب يعني بالسانتي مون. اما الناس العاديه كيف بيحطوا لها ان جي تيوب كيف الكورونا بيحطوا لك اياها هيك خلاص وبيدفشوا نفس الشيء. في فرق فيك تستعمل كاميرا طبعا هي فيها تكلفه وقت اكثر بس فيك تخصص الشيء هذا للناس اللي عندهم العمليات بالدماغ او البيس اوف ذا سكال. فهمت علي؟ فيو كان يو كان هاف سمبل لسنز من كيس ريبورتس بالحالات مثل هي وهكذا. يعطيك العافية دكتور بس ممكن تبعث لنا لينك الـ NG tube paper عجبتك ها؟ Gastric tube خذي سكرين شوت عنوان البيبر inadvertent طبعا هنن هيك عم يستعملوا كلمات مثقفة يعني مثل accidental inadvertent insertion of nasogastric tube into brain spinal cord after endoscopic skull based surgery. فهي الفكرة يا جماعة الكيس ريبورتس أخذتي سكرين شوت صح؟ فالكيس ريبورتس يعني حسب الكيس ريبورتس وكيس سيريز you can sometimes infer causality from يعني حسب الايفنت في common sense وحسب الكليم. احيانا ممكن يكون obvious causality مثل هي خلص واضح عملت له هيك انشل مباشره ولقيناه بالجراحه شو بدك اكثر من هيك بالسي تي سكان. وفي شغلات مثل انه انا اقول لك انه والله البارحه اجاني مريض عنده وجع بطن وما عنده وجع groin ومع ذلك طلع عنده testicular torsion خلص بقول لك testicular pain كان radiate upwards ليش؟ لاني انا شفتها بعيني. طبعا لو بجيب لك 5 كيسات بدل كيس بيكون احسن. هدول جابوا لك 9 كيسات من اصل 80 كيس فهي نسبه لا باس بها نسبه 20% حلو وهكذا. فكل نوع استدي له سترينث ويكنس معينه.
ما مثل ما يعني انتم شايفين عم نمشي بسرعه. ضل بيبر رهف هيا رهف يلي هي الابندسايتس افيشنت دايجنوستس اند مانجمنت. متى ما حكينا بسرعه عن الكيس ريبورت هذا حنحكي عن هذيك، وان شاء الله بعدين بعد ما اخلص وسكر معكم باكل انا اول وجبه باليوم. طيب هي وين كراف موجوده يا محلاها تكون طلعت برافو. حرام انا بتفهم. طو هلا يعني قعدنا ساعتين ونص تقريبا. موجود موجود اسمها شكلها تارك التليفون. موجوده بعت الشات اريكا موجوده. طب سمعي ليش عم تبعت الشات بدنا نحكي معك. هو انا بعرف يعني جلسات ساعتين ونص انا متاكد I do not like having يعني 2 hour lectures، ولكن هي ورشه بالاخير اسمها ورشه او كراش كورس، ففي يعني ما فيك تحذف منها عنصر الضغط والاطاله. انا عم احاول نعطيك يعني تجربه 5 سنوات انا جربتها عم احاول اعطيكم اياها بست جلسات، فالمفروض الواحد يقدر يعني كمان يراعي هالشيء هذا، ونحاول اعطيكم قدر المستطاع بقدر الوقت يعني ممكن، وان كان في اطاله لازم تعرفوا الشيء هذا انه عم احاول نحن نختصر عليكم كثير مشان ان شاء الله بكره ما تساوي ريسيرش تبلش بسرعة. أنا صراحة ما لي حاطط، أنا حاطط allow participants to unmute themselves، المفروض تقدري تفتحي. لحظة راح خليني افتح لك المايك من عندي. ask to unmute ليكو وينك؟ سويت لك ask to unmute. بدها تطلع ثواني وترجع بتحكي. أوكي. فيعني هي هي ال sessions بدنا نوازن بين عددها وبين طولها. طيب هلا بالنسبه للارتكل، هي ارتكل طبعا هي 10 صفحات كانه، بس ما حاحكي عنها، حاحكي عنها مثل ما حكيت عن تبع عربي تبع التوشن عن الميجر بوينتس. صراحه في 3 اكستريملي امبورتنت بيبرز يعني بتمنى تقرون، مو هلا يعني للكورس هذا، الكورس هذا خلص حينتهي باقي له جلسه واحده، ولكن من هلا لتخلص لتفوتوا سنه رابعه او لتكونوا بنص سنه رابعه لازم تقروا 3 بيبرز. الأولى الأبندسايتس اللي هي فاتحة قدامكم، خذوا سكرين شوت. والثانية التستيكولار تورشن اللي قبل شوي شفناها. والثالثة طبعا في هي وفي بيبر ثانية للأمريكان فاميلي فيزيشن نفس الجورنال هذا هحكي عنه طبعا. في درس كتير مهم حنحكي عن البيبر هاي. ففي بيبرين على التستيكولار تورشن حلو تشوفون اللي سبقت، وواحدة ثانية لحظة تورشن شو صار مع رهف؟ حكت بدها تطلع وترجع. بس المايك مش فاتح معه. قلنا الابندسايتس والكيس سيريز اللي شفناها، والثالثة او التنتين هنا للتورشن ارتكلز، يعني هدول دون مبالغة ابدا. لو بتقروا التو بيبرز تبع التورشن هدول بتكونوا عم تعرفوا شغلات أكثر من مقيمين، لأنه هي مو قضية عمر، قضية قديش أنت قريت. الموضوع هذا ما بيتغطى عنا بالمنهج ببساطة، هاي معطيك من الآخر. الموضوع هذا مع أنه حلو ومهم ما بيتغطى عنه بالمنهج، أو ما بيتغطى بما فيه الكفاية. هو بينحكى عنه، حتدرسوا عنه بالجراحة بس شيء قليل جدا. فلو أنت بتقرأ بتفوق عادي اللي أكبر منك ب10 سنين. فنروح على سيرجري تستيكولار تورشن. انا عندي عده بيبرز قريتهم على تستيكولار تورشن. هي فعندكم هي، لا 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 مو هي، هذا كيس ريبورت عن كيس ريبورت. على فكره ما تفكروا لما قلت هندي وما هندي هذيك انه كل الجنرالات الهنديه سيئه، لا في شغلات مرتبه ومحترمه والكيو 1 حتى، بس هذيك كانوا ناس عاطلين تبع اومكس. المهم فهذا كيس ريبورت عن واحد صار له ابندسايتس وتستيكولار تورشن بنفس الوقت بنفس اليوم بنفس الجي على الطوارئ. تخيلوا يا عبادة، تخيل الحظ العاثر. فالمهم بس مو هذا اللي بنصح بقراءتهم، هن تو بيبرز بنصح بقراءتهم مهمين جدا، تقروا من هلأ لنص سنة رابعة أو حتى يعني بغض النظر طبعا إذا مضت عليك سنة رابعة راها هلأ. فالبيبر هي الأولى اللي حكينا عنها. البيبر الثانية هي Testicular Torsion Diagnosis Evaluation and Management. ملاحظين مشابهة العنوان Efficient Diagnosis and Management، لأنه نفس الجرنال، هي الـ AFP American Family Physician.
شاء الله ما يقاضون اني ورجيتهم على اليوتيوب هون، ما بعرف يمكن ممنوع. المهم فهي رائعه رائعه بيبر، هي في تنتين من نفس العنوان لانه الجورنال هذا غير الجايد لاينز تبعه على سنتين، سنه 2006 و 2013. انتوا اقروا تبع 2013. المهم رهف لسه ما حلت المشكله، رهف موجوده بس مش راضي يفتح الميكروفون، مش قابل يفتح، خلاص مو قابل يفتح، في عندك مشكله، خلاص مو مشكله. بس احكي عن الشغلات اللي كتبته رهف ونصحح بعض الاخطاء. هاي بيبر عمت هاي عنوانه، هي صراحه من اروع البيبرز اللي قريتها بحياتي. انا عندي هيك توب 5 توب 10، هي من التوب 10 او التوب 5 حتى. فهذا عنوانه عم تقلنا، طبعا الجورنال مو حاططه رهف، اسم الجورنال American Family Physician، ليكو AAFP، بتروحوا على ليكو AAFP.org. لا هذا الايميل، وين الجورنال؟ ما هلا بعد شو بفتح لكم عليه. المهم فمو حكي عنه رهف، هي بس حكي اسماء المؤلفين. Objectives okay، improving the diagnosis and treatment، حلو. Design methodology، diagnosis that stratify patient according to low moderate to high risk. مو هيك مو هيك يا رهف، أظن design and methodology of the paper of the study. هاي الستدي هل هي case series case report؟ لا، هاي review، هاي نوع ما حكينا عنه بالثلاث فيديوهات، هاي بيسموها review أو actually ممكن تحطها كمان تحت the clinical guidelines. فهاي paper من 10 صفحات هي أشبه ب chapter كتاب، هي صح اسمها paper بس هي كأنه chapter كتاب حقيقة. عندك introduction، بعدين عندك signs and symptoms، بعدين عندك clinical diagnosis decision rules، بعدين عندك laboratory tests، بعدين عندك imaging، بعدين عندك management treatment. فكأنك عم تقرأ كتاب أحسن من كتاب بس. بالضبط، هاي البيبر تمسح يعني رائعة رائعة رائعة، بتحكي كتير شغلات ما حتلاقوها بأي كتاب. ليش؟ لأنه هي نحن عم نحكي research، research مثل ما قلت لكم goes above مستوى الكتب. الكتب بتحكي لك اللي حتنسله الامتحان، بتكون متأخرة الكتب عن الارتكل. بالضبط، غير انه بس هو صراحة لا هو صح متأخرة دائما، بس بالحالة هي الابندسايتس يعني عادي، يعني موضوع قديم كتير فما بتفرق كتير، مو كل يوم بيتغير. بس الكتب يعني بتحكي شغلات بسيطة، يعني مستوى medical students قليل انه تحكي شغلات يعني كتير detail للعلاج المرضى. المهم حكيت كتير شغلات عن التريتمنت وهيك، ما هنحكي عنه مثل ما قلت، انا ما حطول يعني هذا السيشن ديفينتلي ان شاء الله ما حنزيد عليه، وحخلص قبل السبع دقائق هدول اللي باقيين. الويكنس عم تقلنا هون رهف سنه اولى، فالشغله هي براعيه انا. ميسنج داتا، شو ليش هلا في رولز، في شيء بيسموه كلينيكال بريدكشن رولز، هذا كمان مصطلح ضيفوه عندكم يا جماعه واقروا عنه لحالكم. كلينيكال بريدكشن او كلينيكال ديسيجن رولز، CPR مو CPR الكومبليشن، كلينيكال ديسيجن او كلينيكال بريدكشن رولز، هي مجرد قوانين او تشيك ليست بيستعملوها بعلاج او تشخيص المرضى. فبيقول لك لو عندك عدد معين غالبا تشخيصك هيك، لو اقل من العدد الفلاني من السيمتومز او من الشغلات المذكوره بيكون على ففي عده قوانين من الالفرادو سكور وغيره، ما حاحكي هلا عنهم سواء يعني ما يعني هي شغلات رائعه فيكم تقروا عنها لحالكم، اقروا البيبر بتبلشوا تفهموا الموضوع. بس شو اسمه رهف انتقدت البيبر انه فيها ميسنج داتا، وين الميسنج داتا؟ هون، انه هي NANA not available الداتا هي، بس هي فهمان الاستدي غلط. هذا جدول عم بيورجيك مثلا السيمتوم الفلانيه، انه الريجيديتي، انه الابدومن يابس، انه هي الريشيو تبعه، انه مثلا likelihood ratio NA not available. ليش not available؟ not available لانه هنا عم يستشهدوا بستدي معينه، عم يستشهدوا بستدي رقم 8، وبالستدي 8 هي ما ذكرت هذا، مو يعني انه هو مو معروف ابدا، هي رقم 1. ففي شغلات ناقصه لانه الستدي فقط المذكوره لا ما بتذكرون، فيعني الستدي ركزت على شغلات معينه ما ركزت على الشغلات الباقيه، لذلك يعني مو مشموله. يعني مثلا هي الستدي رقم 8 ذكرت الساينز تبع الفيزيكال اكزامينيشن، الاوبتريتور، الروفزنج، سماع صوت البطن وانه تغير ولا ما تغير الصوت، ولو انه هي استدي حاكيتهم، بس استدي رقم 7 مو حاكيتهم، فلما عملوا جدول واحد يعني اوكي هي واحد. اثنين، في شغله ثانيه ميسنج اللي هي هون ان اي مره ثانيه بالجدول هذا، عم بيقول لك انه شو الادلتس
البيدياتريك ابنتساتس سكور في عده سكورز بنستعمله للتشخيص، قائمه من السيمتومز والاذر فايندينجز بنجمع الاعداد وبنشوف من رقم مثلا 1 ل 8 مثل الاندرسون وغيره تتذكروا، او شو اسمه هذا جلاسكو كوما سكور وهكذا. ففي عندنا الالفارادو سكور وفي عندنا البيدياتريك ابنتساتس سكور. البيدياتريك ابنتساتس سكور مذكوره هون ارقامه بس للادلتس مو موجوده، ليش يا اسيل او عباده؟ واضحه، ما هو اسمه بيدياتريك ابنتساتس سكور مدروس على الاطفال ما له علاقه بالكبار. فهذا ليس عيبا، حلو. فبس توضيح يعني اللي رهف design is not good، ما هو يا ما بعرف يعني رهف هذا ليس اصلا design، it's a book chapter it's a completely different thing. title is not attached and ما يفهمان ابدا شو قصده هون. some paragraphs should be turned into tables. okay this research can be written more clearly. يعني صراحة this is an amazing research، ما بعرف شو قصدك، والمشكلة المايك تبعك مو موجود مشان نناقش. عم نخلص نحن بسرعة. الفكرة هي paper انا ما حطيتها مشان ننتقده، حطيتها مشان تطلعوا عليها لانه رائعة، انصح الجميع بقراءته وراح تقدروا تشخصوا وتعالجوا. انتم ما حتعالجوا يعني ما حد بيعمل جراحه منا، بس حتقدروا تشخصوا بالطوارئ الابندساتس باسلوب اروع بكتير وحتفهموه احسن بكتير من لو ما كان عندكم. وفي الجوريثم كتير حلوه اللي هي هون بيشرح لك اكثر من نوع سكور، في عندك الفرادو بيدياتريك والانفلاماتوري سكور، بحط لك اياهم بالتفصيل وكل وحده. يعني مثلا لو عنده انوركسيا بنعطيه نقطه، فوميتنج نقطه، لو عنده وجع باسفل البطن على اليمين بنعطيه نقطه، وهكذا. المهم وبعدين بيعطيك الجوريثم انه لو كان عنده من 4 نقاط فما تحت unlikely، تحت 4 لو كان عنده مثلا فوق 7 بنوديه على الجراحة مباشرة. لو كان يعني ما هحكي عنها، فيها شوية controversy القصة، بعض الجراحين بينتقدوا السكورز هي، بتعرفوا ليش؟ الرأي المتواضع اللي ليش يا عبادة؟ بعرف انت اكيد كاتم حكي انك سنة رابعة وبتعرف القصة. بعرف هذا ما كنت تبهدى بالامتحان الاوسكار عشان بس ليش بينتقدوا، او هو مو الافراد لحاله عموما السكورز، انه لانه نوت براكتيكال ممكن اكستريملي براكتيكال. طب ايش ما بكره؟ في عده اسباب بس انا يعني انا بقول لك اغلب اللي بينتقدوا اصلا او اغلب دكاترتنا اللي حكوا عنه ما قروا ريسيرش. وعلى كل حال يلي بينتقدوا ذرز المشكله انه انت دكتور اخصائي درست من السبعينات وتخرجت بالثمانينات أو التسعينات وفتت ريزيدنسي بالألفين وخلصت بالألفين وخمسة 2010 وصل لك بروفيسور 15 سنة وصار عندك خبرة معينة بتشخيص الزايدة وفي عندك سكور ريسيرش طلع واشتهر بين الطلاب وبين الجونيورز وبيستعملوه وبيسهل عليهم التشخيص. انت تشخيصك دقته 90% أو لا تشخيصك دقته 85%، دقة الأفرادو 85 أو 80%. طبعاً أنا بعطي حكي عام هلأ بس مشان نوصل الصورة. فبالله عليك ما بتتضايق وبتنقهر لو اللي أصغر منك بيصيروا almost identical to you أو very similar to you مع أنه ما عندهم أبداً كمية الخبرة تبعك. صحيح. وبعدين هم هسه حالياً بشخصوا على الألترا ساوند بسرعة، إنه بس نمسك ألترا ساوند بشخص الفولت سكور هو كلينيكالي. لا هي مو ألترا ساوند بس، بس هي الفكرة في كره للألفرادو خصوصا لأنه it's extremely يعني very close أو يعني saves a lot of effort و experience. فwhat you cannot gain in experience you can gain by reading research. Yes. By having the score أو by memorizing it in your head or having it in your application. في applications فهي حلاوة الشغلات هاي. باقي لنا دقيقة رح خلص فيها ما رح أحكي أي شيء تاني. رقم واحد روحوا هلأ على الانترنت اكتبوا American Family Physician AFP. هذا جورنال رائع رائع رائع، بيحكي عن كتير ديزيزز وبيعمل عنا بوك تشابترز بس هي يعني articles من الابندساتس وغيره، ابندساتس، testicular torsion، ثلاسيميا، diabetic ketoacidosis، أزمة. بيعطيك 10 صفحات مستويات أعلى بكتير من كتابك وحقيقة much more practical for treating your patients. AFP American Family Physician فيك تفوت وتشوف by topic يعني الاندوكراين لحاله الجي اي لحاله وهكذا او كل ديزيز، فرائع شوفوا. رقم اثنين الستاتستكس لا عوض عنها ابدا، ما في اسمه انا اعمل ريسيرش وما افهم ستاتستكس. شفتوا ليش وشفتوا انه ليش ممكن تلاقي اخطاء ما تقدر تنتقدها مع انه يكون البيبر كلياته خطا وانت ما تنتبه. فهي هي ماشي، ححط لكم انا البيبرز اللي بنصحكم فيه على الفيسبوك جروب ماشي، حيسكر علينا باقي 10 ثواني هحكي عنها بالفيسبوك جروب مشان تشوفوها. جلستنا الجاية إن شاء الله بيوم السبت
حتكون آخر واحدة. ماشي، يعطيك العافية. يعطيك العافية. مع السلامة. يعطيك العافية.